مساء الخير، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من ممكن. والله لما شفته بيتحرك كده سالت نفسي سؤال، هو الرئيس السيسي ممكن يعين ثلاث رؤساء وزراء؟ يبقى عندنا ثلاث رؤساء وزراء عشان يلحقوا يشتغلوا، وهل لو عملنا بدل الحكومه اتنين هتنجز حاجه؟ الراجل الطيب المحترم ابراهيم محلب رجع من فرنسا امبارح، راح طالع اربع زيارات مفاجاه، وراح حضر زياره الرئيس النهارده وكلمته، ورجع على مجلس الوزراء عمل له 3 4 اجتماعات، وكلم 18 19 وزير، وقابل 3 اعلاميين، انا مش بقول معلومات دقيقه يعني، ووقع بوسطه قد كده اهو. طب الراجل ده ممكن يقعد يفكر امتى ويتامل ويستريح؟ امتى ممكن يمارس حياته كانسان طبيعي علشان يقدر يمارس عمله؟ بيته، يقعد مع المدام شويه، يطمئن على الاولاد، يطمئن على الاحفاد، فيهدى نفسيا ويقدر يشتغل تاني يوم. شيء صعب جدا. الراجل جه راح اربع اماكن، من ضمن الاماكن اللي راحها مكان كاد ان يفقد اعصابه فيه، بس هي مش مفاجاه يعني. اللي شافه المهندس ابراهيم محلب لو راح كل مؤسسات الدولة وكل الجهات الإدارية وزار الموظفين في أكتر من مكان، ممكن يروح شهر عقاري زي الموظفة اللي كانت بتشتم المواطنين، ممكن يلاقي. لو راح المرور هيلاقي، لو راح التراخيص هيلاقي، لو راح هيئة التنمية الزراعية هيلاقي، لو راح جمعية زراعية، لو راح مدرسة، لو راح جامع. المشكلة فين؟ خلونا الأول كده نبتدي نقول بسم الله ونشوف الفيديو لما المهندس إبراهيم محلب راح إدارة تموين مكتب تموين الويلي، فشاف موظف المسؤول على إنه يخلص بطايق الناس، ولكن مطلع عينين الناس، والست واضح إن كان في ست بتقول له أنا جيت كذا مرة مش عارفة أخد البطاقة، والراجل بيقول لها ربنا يسهل فوتي علينا بكرة. فاكرين الأفلام الأبيض وأسود؟ لسه شغالة لغاية دلوقتي، فوت علينا بكرة. تعالوا نشوف الراجل جراله ايه، رئيس الوزراء جراله ايه، نشوف الفيديو. في المنظومه هي ليها حق ولا ملهاش حق؟ لا ليها حق. طب يبقى الخلل عندنا، امتى هتيجي تاخد بطاقتها؟ لا احنا بنقول كلام وما بنعملوش. يا فندم كل 15 يوم انا بستلم دفعه بطاقات، لسه بفرز، ما انا لسه بفرز سعادتك فيهم، انا لسه جايبهم. سهر الناس 24 ساعه، احنا يا فندم اسمع، المواطن ملوش دعوه. يعني يا فندم الناس النهارده حضرتك تديها ميعاد قدامي تقول لها سيادتك كده. والله لسه بنفرز في الكشوف يا فندم، هنقعد نفرز كام سنه؟ والله ده من امبارح، من الساعه 3 ونص انا لسه مستني. طب اديها ميعاد كمان اسبوع. عيني حاضر يا فندم. قول لها ميعاد. حاضر يا فندم. امتى؟ قول لها ميعاد. حاضر. عشان لو ما جاتش وخدت البطاقه تجي لي انا بقى. احنا عايزين، بص يا فندم، انتوا لازم كلنا نشتغل. لو حضرتك اشتغلت والموظفين اللي معاك اشتغلوا والدنيا اشتغلت، البلد هتطلع. والله يعلم ربنا. انا عارف، بس انا قصدي طريقه ثانيه للشغل. طب ما نحط، معلش يا فندم، نحط ان المواطن بيتعذب، ان المواطن بيتعب، ان ما فيش مكان تركن فيه، انها بتاخد تاكسي، بتاخد اتوبيس، حطها دي زي بنتك زي اختك يا فندم. احنا عايزين المجتمع كله يشتغل كده. انا عامل لا انا يا فندم زور البيوت حضرتك. تمام، انت مش غلطان، بس اديها ميعاد، حضرتك اديها ميعاد تيجي تاخد بطاقتها، ده صعب. لا يا فندم مش صعب. طب حضرتك، حضرتك اقعدي وما تمشيش الا بقى. انا مش بهزر وعمري ما هزرت في حياتي. طبعا هتديها ميعاد، ده حق المواطن. انا هكشف، قول لها كمان شهر. انا هكشف على اسمها دلوقتي حضرتك في البطاقه اللي لسه جت كده. اديها ميعاد يا رئيس، معلش لجنه، او لو هي ممكن حضرتك تاخد رقم تتصل بيها وقول لها يا سيد فلان كلهم باخد رقم. يا فندم انا كلامي واضح، انا مش عايز ان ستي تنزل من غير ما يبقى معاها ميعاد تيجي، نبقى كده دوله متحضره. انا معايا ميعاد لمدير التموين، هاجي اخد بطاقتي باحترام. فحضرتك راجع نفسك كده وخد تليفونها واديها ميعاد النهارده. مش هتعرف تغلب موظف يا باشمهندس، الموظف هيفضل يقول لك اسباب، لسه الحاجات جايالي، هقعد افرزها 15 يوم، اصلها وصلتني متاخر منين. رئيس الوزراء قاعد يقول له طب اديها ميعاد، الراجل يقول لها بعد بكره سهله، بعد اسبوع سهله، لكن هتروح له يقول لها ايه؟ اعمل لك ايه يا ست؟ ما انت شايفه البتاع اهو، تعالي بعدين. امتى يعني؟ بعدين عدي كام يوم كده وتعالي. الكلام العايم اللي هي هشوفك امتى؟ قريب.
امتى يعني؟ ان شاء الله قريب قوي. لا الاسبوع الجاي. بص بعد الظهر. بعد الظهر دي يعني من الساعه 12 الظهر لحد 12 بالليل. ما انا قلت لك بعد الظهر. ما انا قلت لك قريب. انا قلت لك الاسبوع الجاي. الجمل اللي احنا بنستخدمها يوميا هي جزء من ثقافة التسويح، وهي ثقافة الموظف. كنا بنقول عايزين كاميرات علشان نظبط المرور، بقى الحل انك تركب كاميرات على الموظفين علشان كل موظف يعرف انه متشاف، دخل الساعة كام، قعد كام ساعة على مكتبه، عمل كام تليفون، صلى كام مرة، وفي كل صلاة قعد وقت قد ايه، راح له ناس وتعامل معاهم ازاي، انجز ولا ما انجز. بس المصيبه مين اللي هيراقب الكاميرات؟ اللي هيراقب الكاميرات المدير بتاعه اللي هو في الغالب قريبه، او العلاقه بينهم طيبه، او بيلعبوا طاوله مع بعض على القهوه بالليل. وهذه شبكه الموظفين اللي محتاجه تغييرات كتير قوي، جزء من الازمه في مصر اللي ممكن لو المهندس ابراهيم محلب قرر انه يغرق فيها مش هيطلع ابدا. الجهاز الوظيفي ده محتاج، الجهاز الإداري للدولة محتاج فرمطة، محتاج شغل تاني خالص، وإلا الراجل ده هيفضل كده لحد ما يقع، رايح جاي رايح جاي، طالع هنا وهنا وهنا، ومجرد إنه يمشي بتعود ريما لعادتها القديمة. ولو الست دي ورئيس الوزراء، أنا عارف إنه هيديها تليفونه دلوقتي حالا، بس مش هيدي تليفونه لكل المواطنين، ومش طبيعي ان رئيس الوزراء يرد على كل المواطنين، لان الآلية غايبة طول الوقت. فحوصل لرئيس وزراء مصر، ده تحت رئيس وزراء مصر في وزير، وتحت الوزير في وكيل، وتحت الوكيل في مدير عام، ومدير ادارة، ومدير مكتب، وموظف، سلسلة طويلة جدا 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 جدا. الكاميرات هي الحل جزء. طب عايزين نركب ايه؟ نركب ضمير بقى. ده بيتباع فين؟ بيقولوا الصين هتعمل ضماير حلوه قوي دلوقتي. تعمل ضمير صغير كده تاخده على غير ريق الصبح، يخليك لما تروح تقول ان انا بقبض راتب، ان انا مسؤول عن هذه العباد، هؤلاء العباد اللي هيجولي، ان انا لازم اساعد الناس، ان انا لازم يكون عندي انجاز يومي في العمل، ان لازم اعامل الناس معامله حسنى، ان انا. بس على ما نجيبه من الصين هناخد وقت طويل. طبعا دعابة بايخة يعني، لأن الضمير يجب أنه يكون عند الإنسان لوحده، مش محتاج. لكن حتى ده ما بقاش موجود. وبمناسبة غياب الضمير، بيواصل الإرهاب ضرباته لأبراج الكهرباء، ونفس الأمر ليه ما بنحطش حراسة على أبراج الكهرباء؟ أبراج الكهرباء في مناطق مترامية، أنا عارف أنه صعب، لكن لابد أن يكون هناك حل. الإرهابيون يركزون الآن على ضرب أبراج الكهرباء، وإحنا داخلين على الصيف، عشان يعمل لك أزمة، علشان أنت بتقول إن هحل لك الأزمة بنسبة 90%، فيبقى الرئيس صدق في وعده. مش هيحصل، مش هنخليه يصدق أبدا. ما هي دي قوى الشر. طب قوى الخير اللي بتحب الرئيس واللي بتحب البلد دي واللي عايزة الناس تعيش كويس وما تتقطعش عليها كهرباء، وإحنا داخلين على أيام امتحانات، لو ما أهملتش في عملها أو تابعت هذه الأماكن، أكيد أكيد هنمسك ناس، هنمسك إرهابيين. بمناسبة هذا الكلام، الرئيس النهاردة اتكلم عن إرضاء الموظف، وقال إن كان بيفتتح النهاردة أعمال تطوير في ورش إدارة المركبات بالقوات المسلحة. الحمد لله بقى عندنا بطارية مصرية يا جماعة، بطارية عربية مصنعة بالكامل بمكونات وأيدي مصرية خالص. عايز أقول لكم، كنت بشتري الألماني ولقاها ضربت بعد شهرين عادي جدا، التركي شهر ونص، يعني غيرت ألماني لتركي، فيا رب المصري بقى يضرب، يبقى عندنا حاجة كويسة يعني. ده إنتاج أول مصانع البطاريات المصرية اللي بتتمتع بمواصفات عالمية. المصنع ده هيوفر احتياجات القوات المسلحة، والفائض بتاعه هيلبي احتياجات القطاع المدني. الرئيس النهاردة على هامش الافتتاح قال لازم كل مدير يرضي الناس اللي شغالين معاه ويطبطب عليهم، وما يسيبش ولاده لأي حد ممكن يقدم لهم أي حاجة، يعني يبوظ دماغهم يرشيهم، أو زي الشباب اللي كانوا عندي امبارح، وده كلام قالوه، إن فكرة المدير إن ما كانش واعي، أو المدير بيستوعب، أو المدير بيدي فرص، فالشباب دول بينجحوا لوحديهم، وبعد شويه ممكن يجي لهم ملل، وبعد شويه ممكن يهربوا من البلد،
او يبقوا بروتات، يجي لهم احباط كده ويقعدوا وبيشتغلوا. واربطها زي ما صاحبها يقول لك بقى، اربط الحمار زي ما يقول لك صاحبه. السيسي دعا كافة المسؤولين بالدولة لتحمل أعباء ومهام عملهم، وقال إن لابد إن الجميع يكون في منظومة واحدة متناغمة، ووجه تحيته للشباب مصر وأبناء القوات المسلحة، وقال إن الشباب هم أمل مصر ومستقبلها بما لديهم من المقاومات العلمية والثقافية والقدرة على العطاء من أجل مصر. ده حقيقي، بس تنفيذ ده على أرض الواقع لسه حتى هذه اللحظة لسه الشباب ما خدش فرص وما تمكنش. ومحدش يقول لي الشباب وناقص خبرة، كل ما بشوف شباب وبسمعهم بعرف ان عندنا شباب كويس قوي وموجودين في مجالات كتير جدا وياخدوا الفرصه. هيقول لك وهيجربوا فينا، ويعني الكبار لما بيجربوا فينا حلوين قوي يعني ناجحين موت يعني. ما احنا شايفين البلد بيجرب فيها الكبار من الخمسينات لغايه دلوقتي. ما تدوا للشباب فرصه ويغلطوا ويتعلموا فينا، على الاقل هيتعلموا اسرع ومتعلمين افضل مننا، فهيبقوا احسن بكتير قوي. الرئيس علق على أزمة انقطاع الكهرباء عن مبنى مسبيرو، وقال حجم الإساءة لمصر كانت كبيرة قوي بسبب هذا الموضوع، وقال ينفع أكون موجود في الإذاعة والتلفزيون كمسؤول وعندما أعلم من يعمل مشكلة والكلام ده ليه معنى أتركه أو أنحيه جانبا؟ أنا ممكن أفهم من الكلام إيه، الموضوع راح النيابة، المهندس إبراهيم محلب أحاله للنيابة، بس واضح ان في شبهات حول بعض الافراد، وكان معروف الافراد دول بنواياهم باتجاهاتهم، اخوان يعني ارهابيين يعني هيميلوا للتخريب هيميلوا للتخريب، فحطوهم على جنب شالوا من المكان اللي هو فيه وسابه، قال يعني هو في هذا المكان مش هيعمل مشكلة بعيدا عن الكهرباء او انقطاع. بس يبدو ان المعلومات بتقول ان هناك اخوان خلايا موجودة في مبنى الاذاعة والتلفزيون. وقال ان الدولة تسير، الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير في طريقها الصحيح نحو العمل والبناء برغم كافة التحديات والمصاعب التي نواجهها، مطالبا الشعب المصري باستكمال مسيرته لبناء المستقبل والنهوض بمصر الى المكانة التي تستحقها. امبارح كان الشباب عندي بيكلموا عن المناقصات وازاي لما تدخلوا خفضوا كتير، النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيتكلم عن مناقصات، ان مصر دولة كبيرة بتدخل في مناقصات لشراء سلع ومعدات بارقام ومبالغ تصل الى من 150 ل 200 مليار جنيه، وقال لو كل مسؤول استطاع توفير من 10 ل 15% سوف نحقق رقما معتبرا. 20 مليار لو 10%، 30 مليار لو 15%، الرقم ده يبني كم مدرسة، يبني كم مستشفى، يعمل ايه، يرفع رواتب ايه. طبعا الرئيس السيسي تفقد معرضا للعربات المدرعة من طراز التمساح، وتفقد كمان سيارات مشروع تاكسي الشباب وسيارات نقل وتوزيع المواد الغذائية الخاصة بالشباب الخريجين، المشروع اللي اتكلم عنه. ايه المشروع ده؟ مين اللي ينفع يتقدم للمشروع ده؟ سيارات الخضار والفاكهة من ضمن السيارات اللي شافها الرئيس لدعم وتشغيل الشباب. وزارة التموين أعلنت في فبراير الماضي عن الشروط الواجب توافرها للي هياخد هذه العربيات، والجهات المولة للمشروع هي وزارة التموين، بنك ناصر الاجتماعي، البنك الأهلي، بنك التنمية والائتمان الزراعي. الجهات دي هتقدم قروض ميسرة بفائدة 10% تسدد على 10 سنوات بتكلفة 80 مليون جنيه. الفائدة 10% كتير كتير على شاب بياخد عربية زي دي كويسة قوي، ليه 10%؟ ده البنك ما بيديش 10% في السنة وعلى 10 سنين. طب بسطوها شوية، خلوها 6%، خلوها 5%، خلوها 7%، لكن انت بتدي القروض اغلى ما بتدفع. عدد العربات لغاية دلوقتي واصلين ل2000 سيارة كمرحلة اولى. شروط الحصول على سيارات خير مصر، الاسم حلو قوي ومكتوب عليها تحيا مصر. التقدم بطلب للجنة المساعدات الأجنبية بمدينة نصر، مش عارف ليه المساعدات الأجنبية، الاسم غريب قوي يعني، مصحوبا بشهادة قضاء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. ألا يزيد السن عن 45 عاما ولا يقل عن 21، ولا يعمل اللي هياخدها ما يكونش بيشتغل في القطاع العام أو الخاص، إن يكون معاه على الأقل مؤهل متوسط، ان يكون معاه رخصة قيادة مهنية درجة تالتة، ان يعمل بالمحافظة اللي مكتوب في البطاقة محل اقامته.
اليونسكو وجه الدعوة الرئيس السيسي إيرينا بوكوفا مدير عام منظمة اليونسكو للمشاركة في المؤتمر العام للمنظمة اللي هينعقد في نوفمبر القادم اللي هيشهد احتفال منظمة بمرور 70 سنة على إنشائها. وطلبت مدير اليونسكو تفضل الرئيس بإلقاء كلمة أمام الدول الأعضاء بهذه المناسبة. النهاردة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيستقبلها في القصر قصر الاتحادي. أنا عندنا إيه النهاردة؟ النهاردة بعد الفاصل بعد الأخبار يعني هطلع فاصل وارجع لكم بقليل من الأخبار هستقبل أول ضيوف المهندس خالد عبد الغني عشان نتكلم في عجالة كده ضيف أخبار يعني بنتكلم هو مدير مشروع كارت الوقود الذكي في 15/6 لو رحت محطة البنزين مش هتعرف تحط بنزين ولا سولار لا توك توك ولا عربية ولا موتوسيكل ولا أي حاجة أي مركبة هتشتغل بكارت. نجيب الكارت منين؟ الكارت ده مدعم ليه حد فيه ولا ماليش حد فيه؟ أصحاب القمائن والمخابز وكل دول مازوت وسولار كله اللي بيشتري أي حاجة هيشتريها بالبطاقة الكارنيه ده ولا البطاقة دي فايدتها إيه؟ هتنعكس على الدعم إزاي؟ هل هي خطوة لرفع الدعم ولا خطوة للتقنين ورصد مين اللي بيستحق ومين اللي ما يستحقش؟ هعرف كل ده من ضيفي المهندس خالد عبد الغني. بعدها هستقبل ضيف العزيز السياسي والكاتب دكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء السابق. دكتور زياد بهاء الدين كان في فترة حرجة من فترات مصر اللي مرت علينا كانت صعبة جدا وكان نائبا رئيس الوزراء وهو خبير اقتصادي وكان رئيسا لهيئة الاستثمار. له خبرات عديدة في الاقتصاد له رؤى مختلفة. الراجل ده كان جوه المطبخ بقى بره المطبخ وقبليها كان بره المطبخ. انا عايز ارصد وافهم ليه المفكرين وهم بره بيطرحوا حلول حلوه قوي ولما بيدخلوا دولاب العمل بتقفل معاهم بيقعوا او بييأسوا او بينسحبوا او بيبقى موظف تقليدي. ايه اللي بيحصل جوه ده عشان نفهم؟ هنتكلم عن قانون الاستثمار واشياء اخرى عن البورصه عن الإجراءات البنك المركزي اللي تم تأخيرا إيجابياتها وسلبياتها أشياء كثيرة سأناقش فيها دكتور زياد بهاء الدين. نلتقي بعد الفاصل. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد الأهمية المضاعفة لنشاط اليونسكو في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة ويفتح عددا من مصانع القوات المسلحة لإنتاج السيارات والعربات المدرعة ومستلزماتها. رئيس الوزراء إبراهيم محلب يؤكد ضرورة وصول الإصلاح الإداري إلى المواطن في الشارع ووجه بالبدء بالشهر العقاري. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يؤكد أن إعلان الجهاد وترتيب أموره خاص بولي الأمر ومن ينيبه ولا يجوز قصره على حمل السلاح. الدكتور عبد الواحد النبوي وزير الثقافة يقيل اثنين من قيادات هيئة قصور الثقافة خلال جولة مفاجئة. الجامعة العربية واليونسكو يتفقان على زيادة التعاون لحماية التراث ومعالم الحضارة العربية والإسلامية. انهيار المصالحة في حزب الوفد بعد أقل من 24 ساعة وبدراوي يتهم البدوي بالمراوغة في تنفيذ اتفاق الرئاسة. الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يقر تعديلاً وزارياً في حكومة عبد المالك سلال يشمل عدة وزارات منها الداخلية والطاقة والمالية والثقافة. تنظيم داعش يهدد بشن هجوم مسلح على تدمر السورية أكبر المدن الأثرية في الشرق الأوسط. منظمات الإغاثة الدولية تسارع بتوصيل المساعدات إلى المناطق الأكثر تضرراً في اليمن مستغلة وقف إطلاق النار. أهلاً وسهلاً بحضراتكم. الخبر اللي قلته لحضراتكم عن العربيات ده كان نقلا عن الأستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزارة التموين. اتصل بيه في الفاصل أحد أعضاء مجلس إدارة صندوق تحيا مصر وقال لي المعلومات دي مش دقيقة وقال لي
ان العربيات في المرحلة الاولى لمشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي من تحيا مصر هما 3000 عربية، وقال منهم 1000 عربية تلاجة مجهزة، و1000 تاكسي بيعمل بالغاز، و1000 عربية نصف نقل. الدفع هيكون ازاي؟ قال لي 25% مساهمة من صندوق تحيا مصر. ادي شلنا 25% لو العربية مثلا تمنها 200,000، هيتشال منهم 25% يعني 50,000. دول دعم. اتنين، هيبدأ التقسيط من 4 سنوات الى 10 سنوات، حد ادنى 4 سنوات وحد اقصى 10 سنوات بلا فوايد. ده كلام منطقي يعني، دعم دعم، هو ده الدعم اللي بجد. وان التفكير في المرحلة الاولى ان تكون للشباب من سن 21 ل 35 سنة. اللي قاله بقى المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين او المتحدث الاعلامي خاص بايه؟ بأني عربيات تانية، بس دي العربيات اللي شفناها ومكتوب عليها تحيا مصر دي مدعومة بالكامل، 25% من الصندوق والباقي بلا فوايد. وده كلام منطقي، وده دعم حقيقي للشباب وحاجة كويسة جدا. طيب النهاردة جريدة الوطن متابعة قضية كابتن أبو تريكة، على لسان هشام، على لسان هشام عبد رب ومحامي أبو تريكة، قال لجريدة الوطن أنه تقدم النهاردة بتظلم تكميلي للجنة حصر أموال الإخوان بعد رفض تظلمه الذي قدمه في 7 مايو الجاري. وقال أن احنا قدمنا إقرارات ضريبية عن السنوات من 2010 إلى 2015 علشان نثبت أن مصادر أموال أبو تريكة مشروعة وقانونية. وقال أنا مستغرب أن احنا نخطر بقرار التحفظ عن طريق الإعلام. ولما راح أبو تريكة البنك علشان يسحب فلوس قالوا له لا، قال لهم طب عايز حسابي صورة من رقم من حساباتي؟ قالوا له أسفين، أنت بلوك، أنت مقفول عليك، في تحفظ على أموالك. أبو بكر بغدادي من شوية طلع له تسجيل صوتي بيدعو فيه المسلمين في كل مكان إلى حمل السلاح، وبيقول إن الحرب على الحوثيين الهدف منها هو تشتيت المسلمين عشان ما يلتفوش حوالين أبو بكر البغدادي اللي محدش عارف هو فين وما بيظهرش بقاله شهور ومختفي، وقالوا إنه أصيب إصابة كبيرة. لكن هو مشروع أبو بكر البغدادي قريب من مشروع الحوثيين في اليمن؟ يعني أقصى تطرف السنة مع الشيعة؟ الله أعلم، شيء يبدو غريب جدا. التحالف العربي النهاردة قال في بيان أن الميليشيات الحوثية أقدمت على خرق الهدنة التي أعلنت من يوم الثلاثاء الماضي خلال 12 عمل عسكري توزعت بين عمليات قصف وإطلاق نار ومحاولات تسلل وزحف عسكري سواء داخل اليمن أو على حدوده مع المملكة العربية السعودية. وقال ان بالنسبه للحدود السعوديه اليمنيه حاولت الميليشيات التسلل في مركز جلاح، كما حاولت التسلل بالقرب من جبل الفخيذه، اضافه الى اطلاق قذيفه هاون على رقابه المناره في نجران وغيرها. اليمن في رساله للامم المتحده حملت ايران المسؤوليه كامله عن اي حادث ينجم عن محاولتها دخول المياه اليمنيه دون التصريح اللازمه. وزير الخارجية اليمني بيهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وقال ان الحكومة بتدرس ده، وبيقولوا انهم بيشكوا ان الايرانيين بيبعتوا اسلحة للحوثيين. لبنان بتفشل للمرة 23 خلال سنة في اختيار رئيس للبلاد. منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل سليمان الخلافات السياسية دايما لم يكتمل النصاب، ويبقى هذا المقعد شاغرا. أما أوباما الذي بحث اليوم مع زعماء دول الخليج تهدئة التوترات الناجمة عن التوصل لاتفاق نووي مع إيران. النهاردة هيئة مفوض الدولة انتهت إلى تقرير يقول ببطلان انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها المهندس محمود طاهر. بتبقى في اخطاء اجراءات، النادي الاهلي رد وقال طبعا هو هيئه مفوض الدوله ده قرار غير ملزم، يعني او تقرير غير ملزم لهيئه المحكمه التي ستنظر الدعوه، ولكن بيؤخذ به وينظر اليه بكل احترام بالتاكيد.
النادي الاهلي قال انه هيكتب مذكره وهيرد لان هو مش المسؤول عن اجراء الانتخابات، وان مجلس اداره النادي السابق هو الذي اعد لهذه الانتخابات، وان الفوز كان بفارق كبير من الالاف، وهذا يؤكد ان الانتخابات ما فيهاش لعب. هنشوف مجلس الدوله هيقول ايه. نتمنى الاستقرار للنادي الاهلي. المهندس ابراهيم محلب وافق النهارده على مجموعه من تخصيص اراضي، بقاله فتره بينقل ملكيات اراضي وبيحل نزاع في اراضي وتخصيص عمارات من عمارات وزاره الاسكان لمقرات محكمه ونيابه وخلافه. لكن اهم شيء في هذا الموضوع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بأن يقول تخصيص جميع قطع الأراضي المقام عليها مشروع الإسكان الاجتماعي وملكية الوحدات المقامة على تلك الأراضي لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي. أما حاجزي والباحثين عن مشروع بيت الوطن المرحلة الثالثة، هيفتح المرحلة الثالثة بالشروط التالية. وخدوا بالكم أنا بكلم اللي دفعوا فلوس وما لم ينالهم الحظ في المرحلة الثانية وفضلت فلوسهم موجودة حتى الآن في حسابات البنك المركزي أو وزارة الإسكان. ستكون الأولوية للفرد في حجز قطعة واحدة، وفي حال الانتهاء من التخصيص يمكن حجز قطعة ثانية لمن حول مبالغ أخرى حتى تاريخ غلق الحجز. المرحلة الثانية كان ممكن تحجز قطعتين واللي كان بيبعت فلوس، طب انت بعت قطعتين وما خدتش خالص، ما هتقدرش تاخد قطعتين غير بعد انتهاء الحجز. ده من امتى؟ لحد تاريخ غلق الحجز 25/3 اللي فات. الا يكون قد سبق له حجز اي قطعه في هذا المشروع بمرحلتي الاولى والثانيه. استمرار عدم الحجز للقُصر كما حدث في المرحله الثانيه، والا يقل سن الحاجز عن 21 سنه. التخصيص للمتقدمين بمدينه القاهره الجديده فقط، حيث يتوفر بها اراض مع السماح للمتقدمين اللي كان باعت علشان يحجز في مدينه الشيخ زايد او في دمياط الجديده يقدر يحول للقاهره الجديده لو عايز. الاستلام سيبدا بعد الانتهاء من تسليم المرحلتين الاولى والثانيه. الابقاء على سعر المتر المربع طبقا للمرحله الثانيه مع تثبيت سعر الدولار. يعني نشوف سعر الدولار في وقتها كان كام، هو ده اللي هيبقى السعر. الذين تم تسجيل تحويلاتهم ولم يقوموا بالحجز طبقا لاسبقيتهم يمكن السماح لهم بالحجز بالمرحلة الثالثة، وذلك بعد تسجيل تحويلات استحقاق 25/3/2015. خلونا مع هذه الصورة قبل ما اطلع فاصل. صورة اليوم الشرطة بتفض مظاهرة لطيفة قوي، مظاهرة الشباب كانوا في ميدان رمسيس اسمها أخويا المسلم. دي دعوة عاملها مجموعة من المسيحيين. أخويا المسلم عايز أقول لك إني بحبك. مبادرة لطيفة قوي. الشباب دول مش واخدين تصريح بالتظاهر، فالشرطة اتعاملت معهم برفق وقالت لهم لو سمحتوا تفضلوا اشربوا عصير. تشرب عصير؟ شربوا عصير. جابوا لهم عصير، كان واقف عميد وأدي أمين الشرطة وبيوزعوا عليهم الشاب اللي ماسك الصينية، وكله بيشرب عصير. حركة شيك ولطيفة، والشباب استجاب ومشي. على فكرة كان ممكن يبقى فيه غاز، وكان ممكن يبقى فيه قنابل مسيلة للدموع، وكان ممكن يبقى فيه خرطوش، وكان ممكن يبقى فيه عصير قصب. بس عصير القصب نتيجته أحلى مليون مرة، وانتوا ما تعرفوش الفرحة والمحبة بتاع الشباب دي تجاه الشرطة في هذه اللحظة. الحلول بسيطة، التصرف بس هو القرار لما تبقى هادي وتعرف تاخد القرار. خلونا نطلع فاصل، بعد الفاصل هبدا بضيفي الاول المهندس خالد عبد الغني عشان نتكلم عن مشروع الكارت الوقود الذكي. استعدوا، من منتصف يونيو مش هتروح المحطه وتقول له فول خالص. الكارت لازم بيدخل الكارت وحط اللي انت عايزه وحاسب يا باشا. بدون كروت مفيش بنزين. ماذا وراء الكارت هنعرف بعد الفاصل، ثم بعدها مباشرة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق في رؤية بعد استراحة طويلة إلى حد ما من السياسة، بعد الفاصل إن شاء الله.
اهلا وسهلا بحضراتكم. الخبر اللي قلته لحضراتكم عن العربيات ده كان نقلا عن الاستاذ محمود دياب المتحدث باسم وزاره التمويل. اتصل بي في الفاصل احد اعضاء مجلس اداره صندوق تحيا مصر وقال لي المعلومات دي مش دقيقه، وقال لي ان العربيات في المرحله الاولى لمشروع الرئيس عبد الفتاح السيسي من تحيا مصر هم 3000 عربيه، وقال لي منهم 1000 عربيه ثلاجه مجهزه و1000 تاكسي بيعمل بالغاز و1000 عربيه نصف نقل. الدفع هيكون ازاي؟ قال لي 25% مساهمه من صندوق تحيا مصر. ادي شلنا 25% لو العربيه مثلا ثمنها 200,000 هيتشال منهم 25% يعني 50,000 دول دعم. اتنين، هيبدا التقسيط من 4 سنوات الى 10 سنوات، حد ادنى 4 سنوات وحد اقصى 10 سنوات بلا فوايد. ده كلام منطقي يعني دعم، دعم هو ده الدعم اللي بجد. وان التفكير في المرحله الاولى ان تكون للشباب من سن 21 ل 35 سنه. اللي قاله بقى المتحدث الرسمي باسم وزاره التموين او المتحدث الاعلامي خاص بايه؟ بأني عربيات تانيه، بس دي العربيات اللي شفناها ومكتوب عليها تحيا مصر دي مدعومه بالكامل 25% من الصندوق والباقي بلا فوايد، وده كلام منطقي وده دعم حقيقي للشباب وحاجه كويسه جدا. طيب النهارده جريده الوطن متابعه قضيه كابتن ابو تريكه على لسان هشام، على لسان هشام عبد رب ومحامي ابو تريكه، قال لجريده الوطن انه يتقدم النهارده بتظلم تكميلي للجنه حصر اموال الاخوان بعد رفض تظلمه الذي قدمه في 7 مايو الجاري، وقال ان احنا قدمنا اقرارات ضريبيه عن السنوات من 2010 ل 2015 علشان نثبت ان مصادر اموال ابو تريكه مشروعه وقانونيه. وقال انا مستغرب ان احنا نخطر بقرار التحفظ عن طريق الاعلام، ولما راح ابو تريكه البنك علشان يسحب فلوس قالوا له لا، قال لهم طب عايز حسابي صوره من رقم من حساباتي، قالوا له اسفين انت بلوك، انت مقفول عليك في تحفظ على اموالك. ابو بكر بغدادي من شويه طلع له تسجيل صوتي بيدعو فيه المسلمين في كل مكان الى حمل السلاح، وبيقول ان الحرب على الحوثيين الهدف منها هو تشتيت المسلمين عشان ما يلتفوش حوالين ابو بكر البغدادي اللي محدش عارف هو فين وما بيظهرش بقاله شهور ومختفي، وقالوا انه اصيب اصابه كبيره. لكن هو مشروع ابو بكر البغدادي قريب من مشروع الحوثيين في اليمن؟ يعني اقصى تطرف السنه مع الشيعه؟ الله أعلم. شيء يبدو غريب جدا. التحالف العربي النهاردة قال في بيان أن الميليشيات الحوثية أقدمت على خرق الهدنة التي أعلنت من يوم الثلاثاء الماضي خلال 12 عمل عسكري توزعت بين عمليات قصف وإطلاق نار ومحاولات تسلل وزحف عسكري سواء داخل اليمن أو على حدوده مع المملكة العربية السعودية. وقال ان بالنسبه للحدود السعوديه اليمنيه حاولت الميليشيات التسلل في مركز جلاح، كما حاولت التسلل بالقرب من جبل الفخيذه، اضافه الى اطلاق قذيفه هاون على رقابه المناره في نجران وغيرها. اليمن في رساله الى الامم المتحده حملت ايران المسؤوليه كامله عن اي حادث ينجم عن محاولتها دخول المياه اليمنيه دون التصريح اللازمه. وزير الخارجية اليمني بيهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران، وقال ان الحكومة بتدرس ده، وبيقولوا انهم بيشكوا ان الايرانيين بيبعتوا اسلحة للحوثيين. لبنان بتفشل للمرة 23 خلال سنة في اختيار رئيس للبلاد منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل سليمان. الخلافات السياسية دايما لم يكتمل النصاب ويبقى هذا المقعد شاغرا. أما أوباما الذي بحث اليوم مع زعماء دول الخليج تهدئة التوترات الناجمة عن التوصل لاتفاق نووي مع إيران. النهاردة هيئة مفوضي الدولة انتهت إلى تقرير يقول ببطلان انتخابات النادي الأهلي التي فاز بها المهندس محمود طاهر.
بتبقى في اخطاء اجراءات. النادي الاهلي رد وقال طبعا هو هيئه مفوض الدوله، ده قرار غير ملزم يعني او تقرير غير ملزم لهيئه المحكمه التي ستنظر الدعوه، ولكن بيؤخذ به وينظر اليه بكل احترام بالتاكيد. النادي الاهلي قال انه هيكتب مذكره وهيرد لان هو مش المسؤول عن اجراء الانتخابات، وان مجلس اداره النادي السابق هو الذي اعد لهذه الانتخابات، وان الفوز كان بفارق كبير من الالاف، وهذا يؤكد ان الانتخابات ما فيهاش لعب. هنشوف مجلس الدوله هيقول ايه. نتمنى الاستقرار للنادي الاهلي. المهندس ابراهيم محلب وافق النهارده على مجموعه من تخصيص اراضي، بقاله فتره بينقل ملكيات اراضي وبيحل نزاع في اراضي وتخصيص عمارات من عمارات وزاره الاسكان لمقرات محكمه ونيابه وخلافه. لكن اهم شيء في هذا الموضوع موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار بأن يقول تخصيص جميع قطع الأراضي المقام عليها مشروع الإسكان الاجتماعي وملكية الوحدات المقامة على تلك الأراضي لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي. أما حاجزي والباحثين عن مشروع بيت الوطن المرحلة الثالثة، هيفتح المرحلة الثالثة بالشروط التالية. وخدوا بالكم أنا بكلم اللي دفعوا فلوس وما لم ينالهم الحظ في المرحلة الثانية وفضلت فلوسهم موجودة حتى الآن في حسابات البنك المركزي أو وزارة الإسكان. ستكون الأولوية للفرد في حجز قطعة واحدة، وفي حال الانتهاء من التخصيص يمكن حجز قطعة ثانية لمن حول مبالغ أخرى حتى تاريخ غلق الحجز. المرحلة الثانية كان ممكن تحجز قطعتين واللي كان بيبعت فلوس، طب انت بعت قطعتين وما خدتش خالص، ما هتقدرش تاخد قطعتين غير بعد انتهاء الحجز. ده من امتى؟ لحد تاريخ غلق الحجز 25/3 اللي فات. الا يكون قد سبق له حجز اي قطعه في هذا المشروع بمرحلتي الاولى والثانيه. استمرار عدم الحجز للقُصر كما حدث في المرحله الثانيه، والا يقل سن الحاجز عن 21 سنه. التخصيص للمتقدمين بمدينه القاهره الجديده فقط، حيث يتوفر بها أراض مع السماح للمتقدمين اللي كان باعت علشان يحجز في مدينة الشيخ زايد أو في دمياط الجديدة يقدر يحول للقاهرة الجديدة لو عايز. الاستلام سيبدأ بعد الانتهاء من تسليم المرحلتين الأولى والثانية. الإبقاء على سعر المتر المربع طبقا للمرحلة الثانية مع تثبيت سعر الدولار، يعني نشوف سعر الدولار في وقتها كان كام، هو ده اللي هيبقى السعر. الذين تم تسجيل تحويلاتهم ولم يقوموا بالحجز طبقا لأسبقيتهم يمكن السماح لهم بالحجز بالمرحلة الثالثة، وذلك بعد تسجيل تحويلات استحقاق 25/3/2015. خلونا مع هذه الصورة قبل ما اطلع فاصل. صورة اليوم الشرطة بتفض مظاهرة لطيفة قوي، مظاهرة لشباب كانوا في ميدان رمسيس اسمها أخويا المسلم. دي دعوة عاملها مجموعة من المسيحيين. أخويا المسلم عايز أقول لك إني بحبك، مبادرة لطيفة قوي. الشباب دول مش واخدين تصريح بالتظاهر، فالشرطة اتعاملت معهم برفق وقالت لهم لو سمحتوا تفضلوا اشربوا عصير. تشرب عصير؟ شربوا عصير. جابوا لهم عصير، كان واقف عميد وأدي أمين الشرطة وبيوزعوا عليهم الشاب اللي ماسك الصينية وكله بيشرب عصير. حركة شيك ولطيفة، والشباب استجاب ومشي. على فكرة كان ممكن يبقى فيه غاز، وكان ممكن يبقى فيه قنابل مسيلة للدموع، وكان ممكن يبقى فيه خرطوش، وكان ممكن يبقى فيه عصير قصب. بس عصير القصب نتيجته أحلى مليون مرة، وانتوا ما تعرفوش الفرحة والمحبة بتاع الشباب دي تجاه الشرطة في هذه اللحظة. الحلول بسيطة، التصرف بس هو القرار لما تبقى هادي وتعرف تاخد القرار. خلونا نطلع فاصل، بعد الفاصل هبدا بضيفي الاول المهندس خالد عبد الغني عشان نتكلم عن مشروع الكارت الوقود الذكي. استعدوا، من منتصف يونيو مش هتروح المحطه وتقول له فول خالص. الكارت لازم بيدخل الكارت وحط اللي انت عايزه وحاسب يا باشا. بدون كروت مفيش بنزين. ماذا وراء الكارت؟ هنعرف بعد الفاصل. ثم بعدها مباشرة الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق في رؤية بعد استراحة طويلة إلى حد ما من السياسة، بعد الفاصل إن شاء الله.
قليلة، ومن المقرر أن يبدأ العمل بتطبيق منظومة كارت البنزين والسولار في محطات الوقود. ومع هذا فما زال بعض المواطنين لا يعرفون ما يكفي من معلومات عن المنظومة الجديدة. أدولهم فترة بيقولوا أدولهم داخلين على سنة كارت البنزين كارت البنزين، بس ما فيش حاجة شفناها لسه يعني. وإحنا ما جاهزين يعني، معانا كارت البنزين جاهز. انا لسه ما عملتوش لان ما اعرفش هو فين، لان في ناس عملته وما استخدمتهوش. بنظوم الجديده ان همون عادي، وشوف لسه بقى هيعملوا لي 10 رتل ولا 20 رتل مش عارف ايه. انا لسه ما عملتش كارت البنزينه دي، وما اعرفش هي بتعمل فين، وما اعرفش حتى الخطوات بتاعتها ايه. سمعت ان مع رئيس الوزراء هو من اول 6 تقريبا، بس انا مقدم عليه بس لسه ما استلمتوش. مش عارفه اعمل، انا رحت المرور قالوا لي لا مش بتعمل هنا، يعني حاولت اعمله من على النت ما عرفتش. المفروض الجهات المختصه لازم توفر لنا ان احنا ازاي نطلعه اصلا. تخوفات كثيره يثيرها سائق التاكسي والميكروباص من المنظومه الجديده. كارت الزكاه بتاع البنزين ده عملوه، طبقوه مثلا، يطبقوه بالعدل يعني، يعني مثلا يعملوا مقدار للملاكي ومقدار للاجره، ده طبيعي لان الميكروباص بيشتغل اكتر، جهاز الكميه اللي ادانا مش هتقدر نشتغل عليها. او السواقين هنا كلها بتقول انه يعني هيبقى بالفلوس، واللي معهوش كارت هيضطر انه يدفع علشان ياخد، وطبعا ايه هي يعني هيخلي في غلا. على مدار عام اختبرت منظومة الوقود على 35 محطة بالقاهرة الكبرى، كما أجريت على جميع محطات محافظة بورسعيد، ومن المقرر أن يتم تعميمها في منتصف يونيو القادم، حيث جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بإلزام جميع شركات توزيع البترولية ببيع البنزين والسولار بمحطات تمويل الوقود باستخدام الكارت الذكي لأي كمية يطلبها المستهلك. بيقولوا هيفيدنا في أن ما يبقاش في زحمة، ولا هيبقى كل واحد ياخد حقه في السولار وفي الجاز وفي البنزين وكده. بس فاحنا اول ما اتكلموا عملناه كارت، سمعت ان هو 15/6، وان شاء الله الناس كلها تشترك والناس كلها يبقى معاها كروت، ما يبقاش في زحمه، ما يبقاش في قلق، ما يبقاش في ازمه. زي ما هي سايبه كده واللي بياخد زي اللي ما بياخدش والدعم يروح لمستحقيه. ولو اتطبقت بشكل يعني الناس تستوعبه وما يكونش في سرقه ولا انا فساد ولا نصب ولا حاجة فيها يعني. منظومة جديدة ومعلومات لم تصل كاملة إلى جميع المستفيدين منها، فهل سيتمكن القائمون على المنظومة من الوصول إلى المواطنين وتوعيتهم قبيل موعد تطبيقها؟ بسنت شحاتة، ممكن. شكرا بسنت، اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، ارحب بضيفي العزيز المهندس خالد عبد الغني مدير مشروع كارت الوقود الذكي. اهلا وسهلا باشمهندس. يعني ايه كارت وقود؟ هي وسيله يعني لم تستحدث في مصر بالمناسبه، هي موجوده في دول العالم، بعض صحيح. دول العالم تم تطبيق منظومات مشابهه، اللي عندها أسواق أو طبيعة أسواق مشابهة لطبيعة السوق في مصر. زي ما حضرتك عارف وكل السادة المشاهدين عارفة إن إحنا السوق المصري في عملية توزيع المنتجات البترولية كان بيعاني من عشوائية ومن فوضوى في المنتجات البترولية، وخاصة إن الدولة كانت بتحط في ميزانياتها دايما مبالغ كبيرة جدا للصرف على دعم الوقود، بل إن هي طبعا كانت عمليات نقص الوقود اللي كنا بنعاني منها في سنين، كلنا طبعا كنا بنقف في طوابير كانت الدولة بتواجه هذا الأمر بزيادة ضخ المواد البترولية إلى السوق. اللي كان بيحصل إن حتى مع الزيادة كان برضو الناس بترجع، لأن كان بيحصل سرقة، تعاني بس كده. من هنا نقطة السرقة ونقطة التهريب ونقطة عدم إحكام السيطرة على المنتجات البترولية داخل حدود جمهورية مصر العربية، جت الفكرة أو جه الهدف من تنفيذ هذا المشروع. النقطة الثانية المهمة جدا إن الدولة حبت إن هي تحط أسس سليمة وقواعد بيانات سليمة تقدر تاخد عليها القرارات السليمة لمصلحة المواطن طبعا، فكان لازم أن يتم وضع منظومة إلكترونية لإنشاء قاعدة بيانات سليمة والتأكد من أن المنتج البترولي المدعوم يتم تداوله داخل حدود جمهورية مصر العربية. المنظومة دي بدأت الفكر فيها يمكن من 2007، ولكن بدأ التنفيذ الفعلي فيها في 2013 في شهر فبراير 2013، وانقسمت إلى مرحلتين مهمين جدا.
المرحلة الأولى دي انتهت في 2014، وكان الهدف منها وضع الأسس أو البيز بتاع هذه المنظومة في جميع المحطات على مستوى الجمهورية، في جميع المستودعات، في جميع النقاط اللي بيتم خروج المنتج من المستودع. والمناسبة المستودع ده زي المخزن اللي بتخزن فيه المنتج البترولي بجميع أنواعه، يعني البلد أو الدولة سواء إن هي بتجيب المنتج بنستورده أو إن إحنا بنطلعه من الأبار أو بيجي من اللي هو بيجي من معامل التكرير، بيتخزن في حاجة اسمها مستودع، ويبدأ بعد كده ينتقل للنقاط الكثيرة زي كبار المستهلكين، زي محطات الوقود، زي كل الأشكال أو كل المستخدمين الجهات الأخرى اللي بتستخدم. فكانت المرحلة الأولى تستهدف ما كانت العملية نقل وتوزيع المنتج من المستودعات إلى جميع الجهات الأخرى اللي بتستخدم المنتج. الحمد لله المرحلة الأولى انتهت بنجاح الحمد لله، وبيتم دلوقتي مراقبة حركة المنتج والتحكم في عمليات نقل المنتج من المستودعات إلى جميع هذه الجهات من خلال غرفة العمليات اللي أنشأتها المنظومة داخل الهيئة العامة للبترول. يعني خليني أبسط الموضوع، أن الهيئة العامة للبترول الآن أصبحت تراقب حركة المنتج من أماكن التخزين إلى أماكن الاستهلاك. يبقى فاضل جزء مهم قوي. طيب، من مكان الاستهلاك للمواطن. للمواطن. نعم. إحنا النهاردة عارفين طبعا ان في بعض ضعف النفوس اللي بيستقبلوا هذا المنتج ممكن يكون بيحصل له برضو عملية تسريب. لازم الدولة تتأكد ان اكتملت عملية الاحكام والمراقبة لهذا المنتج لغاية ما يوصل، لان المنتج ده انا وحضرتك وكل المواطنين اللي دافعين تمن هذا الدعم. طيب، تمام. عشان تأخذ هذا القرار كان لابد من ايه؟ من احكام السيطرة على كل هذه النقاط. طيب، معنى كده ان كل مواطن يجب ان يكون معاه كارت، بناء على هذا الكارت محطة البنزين ايا كانت لا تستطيع التلاعب فيما لديها، بمعنى هو وصلها كمية عليها ان يثبت ان الكمية دي خرجت للمواطنين من خلال الكارت. دي شبكة بتصب فين؟ زي ما قلت حضرتك ان جميع المحطات النهاردة حوالي 3000 او 3132 محطة على مستوى الجمهورية وحوالي 110 مستودع، كل دول عند وزارة البترول مرتبطين بهذه المنظومة وتراقبهم لحظيا من خلال التقارير والإحصائيات والشاشات المراقبة غرفة العمليات في وزارة البترول. إذن وزارة البترول عرفت المحطة دي راح لها 10 طن، لازم يكونوا العشرة طن خرجوا، فقدامها أن تم السحب بالفعل بكل بطاقة دخلت خرج، تم السحب الكمية من خلال ما يقدرش بقى يخبي كمية ويقول أصلها خلصت. بس دي إذن هي عملية ضبط بس. ليس لها علاقة من بعيد أو قريب بالأسعار، ليس لها علاقة لا بتحديد كمية ولا بالأسعار. يعني من حق المواطن أنه يحط زي ما هو عايز. مظبوط يا فندم. أي وقت أي كمية أي نوع بنفس السعر. لسه ما وصلناش بقى بعدين إذا قرروا رفع أو تمييز أو نوع عن نوع، ده مسألة أو تحقيق عدالة اجتماعية طبعاً للمواطن نفسه فيها. كل القرارات اللي تؤخذ في توفير هذا الدعم سيتم توجيهها بالطبع الى الجهات الاخرى زي الصحه والتعليم و اللي عنده عربيه زي اللي عنده 2 زي اللي عنده 3 هيبقى عنده كارت 2 3. كل كارت بيطلع مع العربيه؟ لا، كل مركبه لها كارت. لما بيبيع عربيته بيبيعها مع الكارت، زي ما حضرتك بتسلم رخصه المركبه بتسلم معاها الكارت بتاع حضرتك اللي هو كارت المركبه. الكارت ده غير قابل للتزوير ولا التزييف ولا اي شيء. والله خليني اقول لحضرتك نقطتين مهمين قوي. النقطه الاولانيه ان زي ما السادة المواطنين قالوا، احنا من سنة سمعنا الدولة كان يهمها في المقام الاول انه لا يحت ان هذه المنظومة تكون مؤمنة تماما وتراقب هذا التأمين، لان ده شيء مهم جدا. الجهات الامنية في مصر رجعت هذه المنظومة ورجعت تأمينها واعتمدت هذا التأمين الحمد لله، وجميع اطراف المنظومة الحمد لله معمولة برضو بايدي كوادر مصرية موجودة عندنا هنا في الشركة المملوكة للمال العام، شركة إي فاينانس المملوكة للمال العام اللي بنفذت هذا المشروع بالاتفاق طبعا مع وزارة المالية ووزارة البترول والحكومة المصرية، اللي نفذت هذا المشروع بأقصى أو بأعلى درجات التأمين الممكنة في استخدام عمليات الكروت ونقاط البيع على مستوى الجمهورية جميعا. طيب، أطلع الكارت إزاي ومنين؟ كويس. لغاية نوفمبر 2014 كان هناك موقع إلكتروني يقوم المواطن بالدخول عليه وتسجيل بياناته. تم حتى نوفمبر 30 نوفمبر بالضبط 2014 استخراج حوالي 2.5 مليون كارت بنزين وسولار وتسليمهم الى الساده المواطنين.
طيب دول يمثلوا قد ايه؟ يمثلوا حوالي 50% من الساده المواطنين اصحاب المركبات اللي هي ساريه الترخيص. طيب الدوله كانت لابد ان تضع القرار اللي هي طلعته، فسمحت ان المنظومه تاخد البيانات او باقي بيانات المركبات المسجله. يعني مصر فيها حوالي من 5.5 الى 6 مليون مركبه ساريه الترخيص وموجوده على قواعد بيانات المرور. في 2.5 طلعوا، طيب ال 3 مليون اللي فاضيين هيطلعوا ازاي؟ الناس برضو انت عارف حضرتك بتبقى الدنيا ايه هاديه طالما ما فيش قرار الزام، بقت الايه؟ العربيه ولا الحصان؟ يعني يطلع القرار بس ما هو في 50% اللي معاهم، فكان لابد ان يطلع القرار متزامن مع ان السماح إدارة العامة المرور إنها تدي البيانات دي للمنظومة. كويس. فالحمد لله هم سمحوا إن هم يدونا البيانات وابتدينا في طباعة البيانات، وفي النهاردة 12 محافظة موجودة أو 14 محافظة بالظبط موجود فيها الكروت عند وحدات المرور اللي موجودة هناك، والمواطن يقدر يروح ياخد منها. يعني المواطن يروح لو أنا من الجيزة مروري في القاهرة، القاهرة الكبرى واسكندرية إن شاء الله في خلال العشرة أيام اللي جايين بإذن يعني الله دول لسه موجودين. طيب في خدمة مهمة جدا أوي. اتفضل. وكان كل السادة المواطنين من لو بنتكلم على الموقع القديم، كان المواطن بيقدر يدخل على الموقع القديم وبيدخل بياناته وكان بيطلب حاجه مهمه قوي، يقول انا عايز الكارت يجي لي البيت. تمام. فلما اتقفل والناس عرفت ان هي هتروح تتزحم، انت عارف حضرتك يوم كسر. بتاع المرور، فالحمد لله وزاره الماليه مع المرور اصدروا الموقع او اعادوا تاني اصدار الموقع، بس بيعمل بقى خدمه جديده مش زي الاول، انت خلاص مش محتاج تدخل تدخل بياناتك لان بياناتك جاهزه من المرور تيجي للمنظومه. تمام. طيب انا عايز استلم الكارت بتاعي برضو في البيت، مش عايز اضيع يوم في المرور، اعمل ايه؟ ادخل على الموقع اعرف ان الكارت وده نقطه مهمه، اعرف ان الكارت اصدر وراح وحده المرور، اقول والله ابعته لي على المحل المختار، عنوان البيت، عنوان الشغل، عنوان اي عنوان. نعم. بحدد هذا العنوان وابقى عارف ان انا هدفع رسم حوالي 20 جنيه مقابل توصيل هذا الكارت الى المنزل. الكارت نفسه ببلاش؟ الكارت الدوله سمحت بيه لاول مره طبعا فور فري. اللي يفقده هيدفع فلوس، هيطلع بدل فائده وتلف من على الموقع برضو ان شاء الله، بس لازم هيدفع الرسم للكارت كمان. نعم. لكن لو دخل على الموقع دلوقتي، الموقع شغال الان النهارده دلوقتي حالا شغال يا فندم. الموقع ايه؟ www.esb.gov.eg، نفس الاسم القديم. يا جماعه ممكن تكتبوه لنا على الشاشه لو سمحتوا، باشمهندس هيقوله لنا تاني مكتوب. هو ده موجود يا فندم؟ مظبوط. تمام. هو ده اللي يدخل عليه دلوقتي ما عدا القاهره الكبرى واسكندريه. واسكندريه ويجرب اي حد يدخل يعرف ده الموقع بتاعه في المرور. صفحته هي مفتوحه. مظبوط يا فندم. طيب نقطه تانية مهمه جدا. طب ممكن حضرتك تشرح لهم على الشاشه كده واحنا باصين؟ طيب الموقع الالكتروني فيه طبعا مقدمه، في ايكون اسمها مقدمه بيقول فيه الهدف من المشروع، في اسئله واجابات، لان الاسئله اللي هي يعني الشائعه او اللي اغلب الناس بتسال عليها، وبعد كده في حاجه اسمها طلب توصيل الكارت الى المنزل، بيضغط عليها بيدخل يقول الكارت بتاعي انا، يدخل بيحط بيانات عربيته، بيحط بيانات المركبه بتاعته. اول ما بيتقال له ان الكارت موجود في وحده المرور بيروح جاي مكمل وقايل ايه؟ انا عايزه في المحل المختار، واللي هيستلمه اسمه كذا ورقم الموبايل بتاعه كذا. وطبعا قبل كل ده بيبقى في حاجه اسمها الموافقه على شروط الايه؟ التوصيل، لان انا هنا بدفع 20 جنيه لازم ابقى موافق عليها من الاول. مفيش خطر هنا يا باشمهندس. اتفضل. انا خير رمضان اعرف حسن ابراهيم، اعرف رقم عربيته. مظبوط. بصيت لقيت رقم عربيته. مظبوط. رحت داخل وكاتب لقيت الكارت موجود. مظبوط. رحت مدي عنوان تاني خالص. صح. وقلت لهم ابعتوا لي الكارت عليه. تمام. فانا حرمت صاحب المركبه من الكارت وخدت كارت زياده. ابسط حاجه هقولها لحضرتك ان الشركه او مجموعه الشركات اللي هتقوم بالتوصيل الى المنزل بتيجي لحضرتك في البيت وبتاخد من حضرتك يا صاحب العربيه، بتاخد منك صوره من رخصه وصوره من الرقم القومي. أيوة. قبل ما حضرتك تاخد الكارت. يعني ما بتسلمنيش الكارت كده وخلاص؟ طبعا. 2.5 مليون كارت، يمكن نسبه كبيره منهم وصلت المنازل، وانا يعني بالمناسبه ناس قرايبي كتير قوي دخلوا على الموقع وطلبوها في البيت، وكان بيجي لهم في البيت وكل واحد كان بيطلب كان بيتاخد منه هذه البيانات. طب ده كويس، ده للتامين. اذا المساله سهله جدا، ما لحقتش لحد 15/6 اعمل الشغلانه دي. ما تقلقش خالص. هروح محطه البنزين اعمل ايه؟ هتروح حضرتك محطه البنزين بتدخل بتمون، بالمناسبه حضرتك بتمون وبعدين بتدفع الفلوس وبعدين بيسالك معاك الكارت؟ بتقول له اه معايا كارت، بتاخده منك بينفذ الحركه، حركه احنا
الحمد لله في خلال 2014 عملنا أكتر من تجربة في أكتر من مكان عشان نتأكد من يعني جميع عناصر المنظومة موجودة، وأن الترانزاكشن أو الحركة اللي بتحصل بعد عملية التموين أو أثناء حتى عملية التموين ما بتاخدش أكتر من الوقت المعتاد. يعني إحنا كان يهمنا برضو أن أنا ما عطلش المواطن وما عملش طوابير في محطات البنزين. احنا في خلال 2014 اتعمل حوالي 24 مليون حركة في 3000 محطة على مستوى الجمهورية. ده يقول لنا ان المحطات جاهزة بنقاط البيع، يقول لنا ان العمالة المدربة سواء كانت العمالة الدايمة او العمالة الموسمية، عشان دي نقطة مهمة جدا للسادة المواطنين، ان احنا عارفين طبيعة العمل في محطات البنزين بتبقى دايما عمالة ايه مش دايمة. نعم. التيم ليدر او الراجل القائد بتاع المحطه دايما اي عامل جديد بيجيله بياخده وبيدربه على استخدام نقطه البيع. الاحسن من كده ان انا الحمد لله المنظومه موفره 27 مركز خدمه في 27 محافظه 24 ساعه في 7، وفي ارقام الكول سنتر بتاعتنا 19680 19683، دي لاي شكوى المواطنين. العامل الجديد احنا موجودين معاه في المحطه، يعني اي مشكله عنده، اي عامل جديد عايز يتدرب، احنا مدربين لغايه دلوقتي حوالي 8000 عامل، واي عماله جديده بتيجي احنا مسؤولين ان احنا بندربها طوال فتره المشروع. النقطه الثانيه المهمه جدا ان احنا الحمد لله التجارب دي اثبتت ان الشعب المصري بيحب النظام، وشعب يحب لما بيعرف الهدف من هذا من اي مشروع من المشروعات بيبقى دايما بيسبورت او دايما بيدعم هذه المنظومات. طيب الراجل اللي رايح ده وما معهوش كارت كويس، اللي في المحطه بيستخدم الكارت اللي عنده، كارت المحطه، كارت المحطه، الا يمكن اعتبار ان كارت المحطه ثغره يمكن من خلالها المرور بالفساد؟ ده كلام جميل، بمعنى ان انا ممكن استخدم الكارت ده واعبي بنزين بالكميه اللي انا عايزها. لا ده الاحسن من كده، تقول لي حضرتك ان صاحب المحطه يجي اخر النهار ويقعد يتشيك كل الكروت. طبعا. ده شيء جميل قوي. بص يا فندم، عندنا 3130 محطه تقريبا، لان الارقام بتطلع وبتنزل طبعا، كلهم الهيئه العامه للبترول مراقبه هذه المحطات بشكل لحظي، يعني شايفه الترانزاكشنز اللي بتحصل. دي رقم واحد، يعني لما بقى انا عندي محطه بيجي ساعه كده اخر النهار عمال يتشيك تشيك تشيك تشيك، ده بيجي ايه يتمسك على جنب وينزل له مفتش التموين والمحطه بتاعته تبقى بلاك ليست. دي رقم واحد. رقم اتنين، هو الهدف من كارت المحطه ده ايه في مرحلته الاولانيه؟ الهدف من هذا الكارت ان انا لسه ما استلمتش الكارت، انا لسه عندي مشاكل، لان زي ما قلت لحضرتك الكارت هيطلع للرخصه ساريه الايه؟ المفعول. طيب انا النهارده عندي مشكله في الرخصه، الرخصه منتهيه، الرخصه فيها مشكله ومعيش الكارت، ما نقدرش، وفي جهات تانية لسه ما دخلتش على المنظومة زي التوك توك زي ما تقدرش النهاردة تيجي تقول لا لازم كل الناس تدخل بالكارت بتاعها. فاحنا عشان كده وسيلة كارت المحطة دي وسيلة مؤقتة لضبط السوق وتعود الناس على المنظومة وتعود المحطات على تنفيذ المنظومة والدنيا تتظبط، وبعدين الجهات الأخرى زي التوك توك وزي الزراعة وزي الناس دي وزي الموتوسيكل والكلام ده اللي هو الغير مرخص، كل الناس دي هتدخل المنظومة. لا الموتوسيكل المرخص نفس الشيء طبعا، يطلع له كارت. ليه كارت يا فندم؟ أي مركبة مرخصة ليها بيان في المرور هيبقى ليه رخصة. طب بالنسبة للمخابز والأمان الطوب اللي بتزبط، ده كلام جميل قوي. احنا الهيئة العامة للبترول طبعا عاملة لجنة ل يعني تحط قواعد لكل هذه الجهات زي أمان الطوب وزي المخابز، وبصراحة عملوا مجهود رائع جدا الهيئة في انها حصرت جميع أمان الطوب اللي موجودة على مستوى الجمهورية وأصدرت كروت ونقاط بيع لجميع كمان أمان الطوب على مستوى الجمهورية. نفس الكلام بالنسبة للمخابز. نعم. كل الجهات اللي حضرتك وأنا بنفكر فيها موجودة في لجنة مشكلة في وزارة البترول أو في الهيئة العامة للبترول لحصر تلك الجهات وإضافتها تباعا إلى هذه المنظومة. خليني أقول لحضرتك الماسورة لما كانت ضربة أنت بتقفل الإخرام بتاعتها إيه خرم خرم لغاية ما الماسورة تبقى إيه تمام، وإن شاء الله ما يبقاش فيه طبعا أي تهريب للمنتج اللي أنا وحضرتك وكل الناس بندفعه من الفلوس الضرائب اللي احنا بندفعها. الكارت ده ليه باسورد؟ ليه بن. ليه بن. مربوط.
مع كل شخص بيبقى معاه البن عشان لو ضاع منه ما حدش. الظرف اللي بيجي لحضرتك بيبقى موجود فيه الكارت الذكي وبيبقى موجود معاه البن بتاعه. او هل هناك اليه لاستعاده البن لو حد فقد البن، لو واحد باع للعربيه ومعاه الكارت بس قال مش عارف البن؟ هو طبعا حضرتك في المرحله الاولية بنكلم 19680 19683 عشان ترشد لو حد عنده استفسار زي ده. طيب انا ضاع مني البن نسيته، هيبقى على الموقع ان شاء الله قريب جدا الايام القليله القادمه باذن الله، هيبقى في اعاده اصدار للكارت واعاده اصدار للبن كمان. طب كويس، ده خلال ايام ان شاء الله. ده مش بالنسبه للبنزين بس، ده سولار مازوت بنزين كل والسولار. مشتقات البترول ولا القرار طالع طبعا للبنزين والسولار. اي ولكن المازوت هو المازوت من الاول عشان برضو حضرتك تبقى عارف، ما كانش من ضمن السكوب بتاع المشروع او اهداف المشروع، ولكن الحمد لله لما وجدت الدوله النجاح اللي حققته المرحله الاولى وان الساده متخذ القرار اصبحوا يراقبوا توزيع المنتج وحركه المنتج من خلال الشاشه ومن خلال التقرير اللي بيطلع على مكاتبهم وموجود معاهم على الايباد بتاعهم يوميا، صمموا ان يدخل منتج المازوت. الحمد لله المنظومه اضافت منتج المازوت بجميع الاشكال، يعني انت عارف حركه المازوت بينقل بالانابيب، بينقل بالقاطرات، في محطات الوقود بتستخدم المازوت، مصانع اغذيه، كل الناس دي كلها الحمد لله دخلت على المنظومه بنسبه يمكن 99% اصبح منتج المازوت مضافا الى المنظومه. باشمهندس امتى يبقى في امل نبقى زي اوروبا والدول المتقدمه كده وبعض الدول الخليجي اللي تنزل من عربيتك وتروح حاطط الكارت ومفول لنفسك ودفع الفلوس في الماكينه بالكارت ومشي؟ خليني اقول لحضرتك ان بالتجربه وجدنا ان هذا الشعب هو شعب رائع، شعب يمكن ان هو يكون احسن من الشعوب اللي حضرتك بتتكلم عليها، بس الاراده اهم حاجه، ان احنا يكون عندنا الاراده ان احنا نتحرك ونروح للخطوه اللي حضرتك بتقول عليها. في امل يعني؟ في كوادر. خليني اقول لك ان في شركه المنفذه المنظومه شركه اي فاينانس، هي شركه مملوكه المال عام، احنا مش بنعمل اعلان، هي الكوادر اللي فيها هي اللي منفذه هذه المنظومه فروم من الف للياء. فالحمد لله في كوادر في البلد، بس لما بتتحط على التراك ولما بتاخد فرصتها ان شاء الله بدعم الحكومه ودعم الجهات ودعم الاعلام، ده برضو مهم جدا، الناس في مصر هتقدر تاخد فرصتها وان شاء الله نبقى احسن. زملائي في الكنترول روم بيسالوا سؤال غريب شويه، بس طالما سالوه يعني انا مندهش ليهم. لا يعني يبقى ممكن حد يساله اشمعنى بنزين خمسه بالنسبه لبنزين 95 زيه بنزين 90 يعني؟ يعني هي نفس الحال. بنزين 90 بالمناسبه اتلغى، في بقى بنزين 92 و95. انت زي ما حضراتكم عارفين كلكم طبعا قرار معالي رئيس الوزراء لم يشمل هذا المنتج لانه نسبه الدعم عليه قليله جدا، اللي هو 95 بيستخدمه. وانت عارف مين اللي بيستخدمه؟ طبعا الجهات اللي هي وما فيهوش تهريب. لا ما في عربيات عاديه يعني ما هياش واو بتستخدم 95 عشان نسبه الدعم فيه او مبلغ الدعم اللي بيصرف عليه مبلغ قليل، وبالتالي عمليه التهريب ليه بتبقى ضعيفه شويه. اذا 95 مش هيكون على الكارت اساسا يعني؟ يعني احنا لغايه دلوقتي بنتكلم على بنزين 80 وبنتكلم على بنزين 92 والسولار. لكن بنزين 95 يروح يدفع من غير كارت ولا حاجه، وهو برضو بنزين 90 92 وبنزين 80 بيدفع وبعدين بيستخدم الكارت. يعني اللي عنده عربيات بيستخدم فيها بنزين 95 حتى الان مش محتاج الكارت. لا زملائي طلع معاهم حق. بشكر حضرتك جدا، نورتنا يا باشمهندس. بشكر المهندس خالد عبد الغني مدير مشروع كارت الوقود الذكي. بشكركم. بعد الفاصل هستقبل الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس وزراء مصر السابق في حوار بعد هدنة من السياسة. يعد الدكتور زياد بهاء الدين واحدا من أهم الخبراء الاقتصاديين والقانونيين في مصر والعالم، فلقد كرس نفسه منذ بداية طريقه لدراسة القانون والاقتصاد، ولم يكتفي بكونه أستاذا جامعيا وأحد أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في القاهرة، بل مارس العمل الاقتصادي على الأرض، حيث شغل العديد من المناصب مثل رئاسة مجلس إدارة شركة الصعيد للاستثمار ورئاسة الهيئة العامة للاستثمار. كما أنه لا ينظر للعمل السياسي فقط،
بل يمارسه من خلال الحزب المصري الديمقراطي الذي يشغل عضوية هيئته العليا، وكان نائبا برلمانيا في مجلس الشعب المنحل لعام 2012. كذلك شارك في حكومة الببلاوي بعد 30 يونيو 2013 بشغله منصب نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي، لكنه تقدم باستقالته في 30 ديسمبر من نفس العام. للدكتور زياد آراء عدة تتسم بالاتزان، ولكنها غالبا ما تثير التساؤلات، فهو مثلا يطرح سؤالا على الحكومة القائمة وهي بصدد الإعداد للموازنة العامة الجديدة، إن كان من الأجدى إصلاح وتحسين خدمة المشروعات القائمة بالفعل أم الدخول في مشروعات جديدة تكلف الموازنة أعباء كثيرة. في عيد العمال انتقد قول رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية بأن العمال ليست لهم مطالب، متهما إياه بتجاهل الدور الوحيد للنقابات العمالية ألا وهو تمثيل مطالب العمال. وبعد انتهاء المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، خرج الدكتور زياد مطالبا الحكومة بتعديل سلبيات قانون الاستثمار الذي صدر قبل المؤتمر بيوم واحد، لأنه سيؤثر سلبا على مصداقية الدولة عندما يتضح أن ما وعدت به ليس قابلا للتطبيق. كذلك يرى بهاء الدين أن مصر لا تمتلك سياسات لحماية المواطنين اجتماعيا، وأن قانون التظاهر ظلم الشباب. ومؤخرا أعلن الدكتور زياد بهاء الدين أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي القادم يجب أن يتم عرضه على الشعب قبل إصداره، وإن كانت مصر بلا برلمان يناقش الموازنة حتى الآن، فعلى الحكومة أن تأخذ برأي الخبراء والمتخصصين والأحزاب والنقابات والمنظمات الأهلية. فهل ستتم الاستجابة لمطالبه؟ أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. الهاشتاج بتاعنا اسأل زياد، وبرحب بضيف العزيز دكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس وزراء مصر السابق. أهلا وسهلا دكتور زياد. أهلا بك يا أستاذ خير. أهلا دكتور زياد، حضرتك خبير اقتصادي وخبير قانوني ولك فكر كبير وعملت في مجالات مختلفة لا علاقة بالاقتصاد، ثم دخلت الحكومة المصرية، ثم خرجت، قررت أن تخرج منها واعتكفت قليلا وابتعدت ونظرت من بعيد، ثم قررت أن تعود إلى موقعك كخبير كمتخصص. ليه الخبير والمتخصص دائما وهو برا بتبقى له آراء ونظريات بيطالب بها من يجلس على كرسي الإدارة أن يفعلها، وعندما يجلس في مصر لتنفيذ ما كان يطالب به يتوقف ويرتبك وتبدو المسألة صعبة جدا وقد يصل به الأمر إلى الاستقالة؟ أولا أنا مش خبير ولا حاجة، يعني إحنا كلنا بنجتهد، وهي ظروف محتاجة أن كل من لديه شيء يساهم به سواء داخل الحكومة أو خارج الحكومة لازم تستمر مساهمته، ودي نقطة هرجع لها في الآخر، لأنه المساهمة في العمل العام لا تعني المساهمة في العمل الرسمي فقط، لكن أيضا المساهمة بالتعليق وبالمشاركة وبإبداء الرأي وإبداء النصح اللي قد يؤخذ أو لا يؤخذ. طبيعي أن الواحد لما يكون عنده أفكار وعنده رؤية عايز يقدمها، أنه لما يلاقي نفسه في موقع المسؤولية يجتهد قدر الإمكان في أنه يطبقها. وبالمناسبة أنا عملي في الحكومة الأخيرة ما كانش أول مرة، يعني كان أول مرة في منصب وزاري، فأنا اشتغلت قبل كده 3 سنوات رئيس الهيئة الاستثمار، وأظن أني طبقت خلالها كتير من اللي كنت بكتبه قبلها، وأتيحت لي فرصة أن يكون مؤسس لهيئة الرقابة المالية، وأيضا كنت درست وكتبت كتير عن فكرة الرقابة المالية وضرورة توحيد جهات الرقابة في جهة واحدة، وأتيح لي تنفيذ ده وأنشئت فعلا هيئة الرقابة المالية. في فترة عملي في الحكومة وإن كانت قصيرة وإن كانت الظروف أيضا كانت استثنائية بكل المعايير، ظروف في غاية الصعوبة، وأرجو ألا تتكرر يعني وما تعديش على حد بالشكل ده مرة أخرى، لكن أظن أن برضو، ومش عايز أتكلم عن نفسي هنا لأن كنا مجموعة، أظن أن الوزارة نجحت أنها تعمل حاجات مهمة في البضعة أشهر اللي اشتغلنا فيها سوا. أنا كنت مهتم مثلا بموضوع مكافحة الفساد، وكنت مؤسس لمبادرة اسمها المبادرة المصرية للوقاية من الفساد، نجحنا فعلا في هذه الفترة الوجيزة ان احنا نصدر القانون الوحيد اللي بيعمل يعني نقلة اساسية، قانون اسمه قانون منع تعرض المصالح لكبار المسؤولين في الدولة،
ومش بس أصدرنا القانون، وشاءت الظروف والصدف بالمناسبة إن أنا أكون أول من ينطبق عليه، لأن كنت أول واحد خرج، فاضطريت أو يعني التزمت بتطبيقه على نفسي وعدم العمل في مجالي لمدة 3 شهور بعد الاستقالة. في مجال الحماية الاجتماعية في أشياء بدأناها لكن استمرت بعد كده، ودي نقطة برضو عايز أرجع لها مرة أخرى، لأنه العلاقة بالذات في السياسات الاقتصادية ما بين الحكومات المتعاقبة ليست بالضرورة علاقة شيء وينقطع. يعني أنا أزعم أنه في الفترة اللي احنا عدناها طرحنا موضوع الحد الأدنى للأجور، طرحنا بعض التيسيرات الكبرى اللي كانت في الوقت ده مهمة، إعفاء الطلاب من رسوم المدارس، إعفاء الطلاب من رسوم الانتقال في النقل العام، طرح فكرة الحماية الاجتماعية اللي انتهت بالمناسبة ببرنامجين أنا أؤيدهم للغاية، نفذتهم وزيرة التضامن الاجتماعي في الشهرين اللي فاتوا، اللي هما برنامجين كفالة وتضامن، ده بدأ التفكير فيه في الوقت اللي احنا كنا موجودين فيه، الدكتور أحمد جلال كان وزير مالية في هذا الوقت. فاللي عايز أقوله، الواحد بطبيعة الحال عنده أفكار ربما بيطبق 80% 90% منها، لكن الظروف بتحكم أحيانا والوقت بيحكم. كنت أتمنى تحديدا أن تتاح لي الفرصة لاستكمال برنامج الوجبة المدرسية، واللي ما زلت بتمنى أنه الحكومات التالية لينا تاخد الموضوع ده بجدية وتطبقه، لأنه في رأيي من أهم المبادرات الحماية الاجتماعية. لكن حضرتك قلت ليه لما الواحد يبقى في موقف زي ده يرتبك ويستقيل؟ لا، ده قصة تانية مختلفة تماما. أنا استقالتي كانت على خلاف محدد، وأظن ده شيء طبيعي جدا، وأرجو أن يكون ده الشيء الطبيعي، أنه لما يكون في خلاف جوهري ما بين أحد أعضاء الحكومة وباقي الحكومة أظن الطبيعي أنه هو يستقيل، مش الطبيعي أنه هو يعني يصر على الاستمرار في ظرف لا يتسع لهذا النوع من الخلافات. فإن الواحد يبقى في هو ده جزء من الديمقراطية ولا ده ضد الديمقراطية؟ لا، هو بمعنى إذا اختلفت الآراء فكانت في أغلبية في اتجاه، ووزير أو نائب رئيس وزارة له رأي آخر، فألا يلتزم برأي الآخرين؟ لو كل وزير اختلف مع الحكومة في وجهات النظر وقدم استقالته، ما أعتقدش أن حد هيقعد. لا طبعا، لكن أنت أكيد أن كل يوم وكل قرار بيبقى فيه بعض الخلافات في الرأي، لكن في حاجات بتعتبر أنها من الأهمية بمكان أو أنها حاكمة إلى حد ما. لحضرتك بتكلمنا عن قانون التظاهر، بتكلم على أكتر من حاجة في المسار السياسي. في المسار السياسي لكن في السياسة الاقتصادية أنا كنت طبعا موافق على اللي كنا بنعمله وقتها، واللي مش مختلف اختلاف جذري عن بعض السياسات اللي تم استمرار فيها فيما بعد. أنا بقول ده وبرضو عايز استطرد في الحاجة دي حاجتين. لما أقول إن في سياسات بدأ في التفكير فيها، ومنها كارت الزكي بالمناسبة اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه من شوية مع المهندس خالد، ده مش معناها إن الواحد ما يديش الفضل برضو للي بينفذ. دي نقطة مهمة قوي. يعني إحنا جميعا كنا مقتنعين بضرورة تطبيق منظومة الكارت الزكي، في استمرارية في بعض السياسات، لكن في الآخر اللي بيقدر يعني زي ما بيقولوا يدوس الزرار وينفذ له فضل خاص في المسألة دي. لكن مش يعني مهم إن الناس تبقى شايفة إنه مش كل تبادل من حكومة الأخرى معناها إلغاء كل ما تم، نبتدي من الصفر وكأنه كل مرة هنبدأ في استكشاف الدنيا مرة أخرى. طيب برضو حضرتك استقلت لي، الخلاف السياسي وماذا تغير منه حتى الآن؟ هل تغير شيء أم ما زلت مختلفا مع بعض التوجهات السياسية؟ لا سيبك من دلوقتي، لأن الوضع مختلف لما تكون داخل الحكومة وتستشعر وجود خلاف، يا إما يكون خلاف تقدر تقبله وتستمر به، يا إما تقول دي مسألة أنا يعني يصح أن أنا أكون خارج، شايف يعني أنها متعارضة مع مبادئك أو ما تؤمن به. لكن مسألة دلوقتي أنا مواطن زي باقي المواطنين، فيعني كون أن يبقى لي بعض التعليقات ووجهات النظر في أشياء مختلفة ده شيء طبيعي طبعا. لكن هي بتبقى مسألة دقيقة أكتر لما تكون في موقع اتخاذ القرار بنفسك. وجهة نظرك وحضرتك في الحكومة كانت إيه في بعض المواقف السياسية اللي اعترضت عليها، وكيف عبرت عن ذلك، وكيف تم استقبال ده؟ يعني الموضوع الأخير اللي كان هو مثار الخلاف كان قانون التظاهر. قانون التظاهر هنا يعني أنا كانت وجهة نظري ولا تزال الحقيقة ما غيرتش رأيي فيها، لكن زي ما بقول حضرتك وطأها في لما تكون داخل الحكومة مختلف عما تكون مواطن له رأي. النهاردة اللي يعجبه يعجبه، اللي مش وافقني أيضا من حقه يعني. لكن أنا كان ولا يزال رأيي أنه القانون ده ما كانش يعني ده قانون بيحط قيود على التظاهر السلمي، وبأكد على فكرة السلمي، بمعنى أنه القوانين اللي موجودة قبل هذا القانون وأثناء وما بعده
في قوانين أخرى بتمنع منعا باتا استخدام السلاح والإرهاب والترويع، وإن واحد ينزل شايل سكينة وشايل مطوة وشايل قنبلة ملفدوف. إذن الإضافة اللي عمل هذا القانون كان إنه قيد التظاهر السني، ده من ناحية مخالف للدستور اللي احنا وافقنا عليه وعملنا بيه احتفال ضخم ودعينا الناس إلى تأييده، وأنا كنت من اللي دعوا إلى تأييده. من ناحية تانية هو عمل في تقديري الخاص يعني نوع من العزلة الكبيرة ما بين جمهور واسع من الشباب اللي كان بالنسبة له فكرة التظاهر السلمي مرة أخرى وسيلة أساسية في التعبير عن الرأي وفي المشاركة في مناخ الأمور لسه فيه مش مكتملة. يعني لما بيكون فيه برلمان منتخب ممكن تقول الناس تعبر عن رأيها من خلال نائبها في البرلمان أو من خلال محليات أو من خلال آليات موجودة في المجتمع، لكن فكرة التعبير من خلال التظاهر السلمي أنا في تقديري أنها كانت هتعمل شرخ في المجتمع، أنا شايف أن ده حصل بالفعل. وكان قرارك لم يستمع إليك أو لم يؤخذ برأيك؟ لا لم يؤخذ. لم يؤخذ، لم يكن هناك أي طريق آخر غير الانسحاب؟ يعني كان بادي أن هذا القرار فوقي أو حاسم لن يقبل النقاش؟ لا مش فوقي، بالعكس الموضوع ده أخذ ما لا يقل عن 3 أو 4 أسابيع من المناقشة في مجلس الوزراء، لأنه قدم المشروع تقدم بشكل معين ورجع تاني يعني راح وجاء أكتر من مرة. لكن أنا زي بقول حضرتك يعني كنت مقتنع وسجلت في محضر الجلسات في هذا الوقت إن هذا القانون بيقلب صفحة وبيفتح صفحة جديدة، أنا رأيي إنها بتشق صف اللي كنت بسميه تحالف 30 يونيو. هل حضرتك كنت وحدك في هذا الموقف ولا كان في آخرون معك؟ لا يعني حضرتك سألتني عن نفسي فهرد عن نفسي، أنا أفضل أن الآخرين يعني لا يعني هل كنت وحيدا في موقفك أم أن كان هناك من يتبنى نفس وجهة النظر بعيدا عن الأسماء؟ يعني لا من غير أسماء، يعني كان في بعض وجهات النظر القليلة اللي متعاطفة إلى حد ما مع اللي أنا بقوله، لكن مش حاسمة أمرها بما يكفي، وبعض الناس كانت متحمسة له، لكن زي بقول حضرتك أنا أفضل أن ده يترك لكل واحد يعبر عن رأيه على استقلال. على ماذا اختلفت أيضا دكتور زياد؟ يعني فهمت من جملتك السابقة من شوية أنك كان هناك في المسار السياسي بعض الأشياء التي لم تقبلها أو تختلف معها. لا ما أنا زي ما قلت حضرتك الواحد يعني كل يوم أنت بتقبل أشياء وترفض أشياء. نعم. لكن أنا كنت بوضح الفرق بين أشياء تقبلها وأنت مستمر وأشياء تعتبر أنها لها دلالة معينة، أنا كنت تقديري أنه دي يعني نقطة فاصلة لأنها مرة أخرى بتشق صف تحالف كان تحالف مهم وكان من الواجب أنه يستمر لفترة أكتر من كده. حضرتك شايف أن نتائج هذا الانشقاق ما زالت سارية حتى الآن؟ ما زالت سارية في أظن أن جزء من عزوف جانب من الشباب عن العمل السياسي وعن الاهتمام بالشأن العام مرجعه في الموضوع ده، وأيضا هرجع تاني لفكرة أنه المجتمع محتاج يكون فيه مسام زي المسام الناس بتتنفس بيها في الجسم، محتاج أن المجتمع يكون فيه قنوات للتعبير عن الرأي. القنوات دي لو مش مفتوحة ده مش بالضرورة معناها أن يبقى فيه يعني احتقان شديد وناس واقفة في الشارع وبتتظاهر ضد البوليس إلى آخره، لكن بيحد من قدرة المجتمع لأنه يستمع لآراء مختلفة وبالتالي يصحح من مساره وهو ماشي. يعني دي نقطة أنا هرجع لها في مناقشتنا في أشياء أخرى، يعني طالما أن الدولة ما فيهاش لسه المؤسسات الرسمية اللي بتعبر عن رأي الناس سواء برلمان أو محليات أو نقابات بتشتغل بالشكل الكافي أو أحزاب اكتمل دورها إلى آخره، المسام اللي في المجتمع دي مهمة جداً عشان يبقى في نوع من التصحيح المستمر أثناء ما الدولة بتتقدم. ككاتب وسياسي وأنت بتنظر للواقع من بره كده المسافة بقت أوسع تقدر تبص براحتك يا دكتور، البعض بيرصد انشقاقات في تحالف 30/6 بعيدا عن قانون التظاهر، يمكن أن ترصد أسباب هذا النوع أو هذه الانشقاقات صغرت أو كبرت إلى إيه؟ خلينا نميز ما بين الاختلافات الممكنة والضرورية، يعني في الآخر ليه أي بلد في العالم فيها أحزاب مختلفة وفيها اتجاهات مختلفة؟ لأنه الاتفاق على كل شيء غير ممكن، فده مش مطلوب في حد ذاته. أنا كل اللي أقصده وقتها أنه في حد أدنى من الحفاظ على وحدة الصف اللي في داخله في تباين في الآراء. وحفكرك ربما أن أنا تعمدت أن أنا استقالتي لم أقدمها إلا بعد إقرار الدستور، برغم أن الخلاف ده كان جاري بقاله شهر تقريبا أو شهر ونص،
لان انا اعتبرت ان الدستور ده عارف المباراه اللي يلعبها الفريق القومي فيبقى لابس علم البلد. انا اعتبرت الدستور ده هو المباراه القوميه اللي يجب ان يعني بكل الاحوال يجب ان احنا نلعبها اذا جاز التعبير بفانيلا واحده. بانتهاء الدستور انت حطيت الاساس اللي لا يمكن الدوله تتقدم من غيره، فتبدا في احتمال بقى انه كل واحد يلبس اذا جاز التعبير مره اخرى فانيله الفريق بتاعه، فيبقى في يسار وفي يمين وفي محافظ وفي داخل المنتخب. داخل المنتخب لا، المنتخب خلص المباراه بتاعته بقى في اهلي وزمالك وترسانه واسماعيلي وحاجات زي كده. فانا بالنسبه لي كان الدستور هو يعني الاساس اللي لا يمكن نتقدم من غيره، وبالتالي ضروري ان احنا يعني مع وجود خلافات نحافظ على بعض حتى اقرار الدستور. الخلاف داخل الدوله ضروري. ودي نقطه اخرى عايزه اقولها بشكل مختلف. هناك دائما مطالبه مننا جميعا بما فيهم مني بفكره ان يكون في البلد في حاجه اسمها اصطفاف وطن، مش كده؟ احنا بنقول بلد في ازمه، عندنا تحديات غير مسبوقه ومحتاجين ان احنا نتجاوزها، وده محتاج اصطفاف. المهم الاصطفاف ده يعني ايه؟ هل الاصطفاف ده معناها انه جميعا يعني لا يسمح لحد انه يعبر عن راي مختلف، ولا انك بتسمح بالاختلاف وبتشجعه ربما في اطار حظيره وطنيه واحده؟ انا فهمي للاصطفاف هو ده، ان الاصطفاف معناها ان انت بتسمح بهذا التعدد وبهذا الاختلاف لكي تتمكن من انك تحافظ على مجموع الشعب ماشي في هذا الطريق كله. لكن افتراض ان ده يعني عدم وجود خلاف في الراي، دي مساله انا في رايي تهد الاصطفاف ما تبنيهوش. حضرتك شايف ان الاصطفاف بالمفهوم اللي بتشرحه ده ما زال متماسك؟ انا بعتقد انه الشعب المصري عنده رغبه هائله في انه يتجاوز صعوبه المرحله اللي احنا فيها، وده مش في كل الاوقات بيتوافر. نعم. وبعتقد انه هذه الرغبه في يعني في تجاوز المصاعب وفي انك تستحمل اشياء ممكن ما تستحملهاش في وقت تاني، وانك تتغاضى عن بعض المطالب للمستقبل، انا شايف ان دي حاجه موجوده النهارده، وبعتقد انها اكتر اداه داعمه للدوله النهارده. لكن ده مفيش اي داعي انه يترجم الى انه من لديه راي مخالف يعتبر بيشق الصف وبيخرج عن الانتماء الوطني او انه بيهد البلد. بالعكس، التعدد ده مطلوب، التعدد ده فيه تصحيح. يعني لما يطلع قانون ويكون فيه مجموعه، وانا هقول رايي مثلا في قانون الاستثمار، نعم، هبقى معترض عليه، ده مش هد للبلد، بالعكس ده في تقديري الخاص تقدر تعتبره نوع من محاوله تصحيح حاجه انا مقتنع انها مش مظبوطه. يبقى الاصطفاف الوطني انك تسمح لكل من لديه اضافه في البلد انه يضيفها، طالما طبعا انها في اطار القانون والسلم وعدم تهديد حريه الاخرين. طيب حضرتك اتكلمت عن قانون الاستثمار وكان لديك انتقادات وكتبت هذا. هل سئل عنك؟ هل تم الاتصال بيك؟ هل تم مناقشه افكارك علشان احنا عندنا قانون طلعناه بس ممكن نعمل فيه تعديلات، تقول لنا وجهه نظرك ايه؟ ولا انت بره يبقى خلاص انت بره؟ لا، ما اتخذش رأي. يعني ارسلت لي مسوده مبكره جدا من القانون، لما انا فاكر رقمها كانت المسوده 19، اللي هي اتبعتت لكل الجهات في الدوله، وانا بعدها ابديت بعض التحفظات. بعد كده الحقيقه ما سمعتش اي حاجه. من ساعه ما خرجت من الوزاره لم يتم استشارتك او السماع اليك او التحدث معك في امور في الشان الاقتصادي. ما حصلش، وانا ده مش مساله مستنكفها يعني. لا لا، كنت في المكان، انا ممكن استنكفها يعني اذا عدينا ان هناك خبرات ولديك خبره حتى في الاداره من داخل منظومه الدوله، فيبقى شيء طبيعي ان يتم الاستفاده، والا يبقى كل خبره خرجت بنرميها يعني، ما بنستعينش بيها يعني. طيب، ايه اكثر الاشياء التي تتوقف امامها في قانون الاستثمار الاخير؟ ما هو اكثر ما يزعجك في هذا القانون؟ اسمح لي اخد خطوه لورا برضو. طبعا احب احط الحاجه في اطارها شويه، لانه يعني أنا بعلق على الـ الحوار العام اللي جاري في المجتمع، وعايز أقول إنه لازم نبدأ من تقدير أهمية الاستثمار في الاقتصاد. يعني مهم إنه الفكرة دي ما تتهزش، لأنه قدرة البلد على النمو، قدرة البلد على زيادة ثروتها القومية غير ممكنة
لو احنا ما عندناش اقتناع ان الاستثمار ده مساله في غايه الاهميه، وان الدوله بمواردها المحدوده واللي احنا عارفينها، وهنتكلم على الموازنه بعد شويه اظن، لا يمكن انها تملا الفجوه المطلوبه من غير استثمار على الاقل ضعف استثمار الدوله ياتي من استثمار من القطاع الخاص. اذا مساله تشجيع الاستثمار والاهتمام به ليست محل نظر، وفيها جزء كبير من مستقبل البلد انه يتحقق او لا يتحقق. اختلافي هو في الاتي: اولا، ان قانون الاستثمار ليس بالضروره الاداه المثلى لتحسين مناخ الاستثمار وتصليحه. وهقول الكلام ده ليه؟ لانه قانون الاستثمار بطبيعته قانون استثنائي، الدول بتلجأ اليه لما تكون عايزه تقول انا نظامي العادي القانوني العادي فيه عيوب، ولذلك انا مضطر افتح قناه او طريق يسهل بعض الاشياء لحد ايه؟ لحد ما اصلح النظام الاساسي. احنا الحقيقه، وانا كنت رئيس هيئه الاستثمار، واعتمدنا على محاولات تحسين قانون الاستثمار كتير، وحصل تقدم فيه، ونجحنا سنه 2008 انه يدخل في مصر 14 مليار دولار في سنه واحده، ده ممكن الحدوث. لكن بعد شويه محتاج ان انت بدل ما تبقى بتصلح الطريق الاستثنائي، انك تصلح اصل الموضوع. قانون الاستثمار بيقول انه هيسهل الحصول على التراخيص، ودي من المشاكل الكبرى في مصر. لم يعد كافيا انك تعمل ده عن طريق انك تقول هعمل شباك واحد، نافذه واحده، لا، نصلح نظام التراخيص، وده ممكن. طب هتقولي ما حصلش ليه قبل كده؟ لانه لما بتبقى الحكومات المتعاقبه بتشتغل في اطر زمنيه ضيقه جدا، بتدور على الحلول ربما الاسرع. لكن لو احنا النهارده بنؤسس لبلد جديده، بنحط قواعد للمستقبل، انا اللي بقوله حان الوقت ان احنا ننتقل من استخدام قانون الاستثمار كاداه الى اصلاح الشيء الاساسي. نعم، ده واحد. عندي تحفظين تانيين على القانون، انه جاء بنظام جديد في تخصيص الاراضي للاستثمار. احنا كلنا عارفين انه المستثمر محتاج يلاقي ارض، سواء نشاطه زراعه او صناعه او سياحه او غيره، محتاج يلاقي ارض وتتخصص له ويدفع ثمنها الى اخره. وان قانون المناقصات والمزايدات فيه مشاكل، نعم، لكن الخروج عنه بالكامل فيه محاذير كمان. انا تحفظي هنا ان قانون الاستثمار جاب نظام غريب شويه، اللي هو القرعه، اللي هو القرعه. القرعه تكون امتى؟ القرعه تكون ما بين حاجه نسميها المثليات، مش كده؟ يعني لما يبقى مثلا وزاره الاسكان هتطرح 10,000 وحده سكنيه متقدم لها 50,000 واحد، حاجات زي بعض، فبتقول خلاص مفيش قدامي غير ان انا المسكن اللي هيتباع مثلا ب 120,000 جنيه، بما ان العدد اقل هوزعه على الناس او هخصصه على الناس بالقرعه. لكن لما تطبق ده على نظام الاراضي عموما، مش بنتكلم هنا يعني لما نقيس ذات القياس، تقدر تعمل ده لما تكون مثلا بتعمل منطقة صناعية وهتقسم 1000 متر فكل واحد ياخد حتة، لكن ما تقدرش تطبق ده على مساحات غير محدودة من أراضي الدولة وتقول إنها بالقرعة. الأخطر من كده إن القانون سمح بإنه هذه القرعة تسفر عن تخصيص الأرض بالمجان. وهستعمل اصطلاح القانون حتى عند وجود، اصطلاح القانون بيقول إيه؟ تزاحم بين المستثمرين. لو في قطعة أرض في أكتر من واحد عايزها، ده معناها ايه؟ ان في طلب انها تساوي. انها تساوي. بالظبط. اذا كانت بتساوي يبقى ليها ثمن، اذا كان ليه ثمن يبقى يدفع الى الدوله. اذا مفيش اي منطق. دي مبالغه في التسهيلات. مبالغه في التسهيلات، وعايز اقول لك انه احنا فتنا في الكلام ده قبل كده، وشفنا عواقب ان يكون نظام تخصيص اراضي الدوله غير منضبط، وشفنا القضايا وشفنا التحقيقات والنيابات والتحكيم، واضرب سمعتنا جدا مع مستثمرين على الناس، وناس اتظلمت كتير، وناس اتحقق معاها وروحت بيوتها بعد كده. يعني الموضوع عمل اضطراب شديد، ففيش اي داعي ان احنا نرجع تاني نندفع في فكره التسهيل، فنجعل توزيع اراضي عليها تزاحم يتم بالمجان. اخر حاجه عشان ما اطولش عليك في النقطه دي بالذات، في قانون الاستثمار، هيئه الاستثمار جهه انشئت لكي تروج تسهل الاستثمار. مش كل جهاز في الدولة بالمناسبة هو بطبيعته جهاز رقابي. يعني في أجهزة شغلتها التسهيل، في أجهزة شغلتها الخدمات، في أجهزة شغلتها الرقابة. نعم. البنك المركزي جهة رقابة. هيئة الرقابة المالية جهة رقابة. الرقابة الإدارية جهة رقابة. هيئة الاستثمار ليست جهة رقابة. نعم. زي ما وزارة السياحة مثلا هتلاقي إن فيها هيئة اسمها هيئة تنشيط السياحة، شغلتها إنها تنشط السياحة. ربما في جهاز آخر في وزارة السياحة هو اللي بيعمل دور الشرطي، مش كده؟ نعم. هيئة الاستثمار منحت في هذا القانون صلاحيات رقابية غير مسبوقة،
انها تفتش على الشركات وتسحب الترخيص بتاعها بشكل مؤقت وتحرمها من مزايا قانون الاستثمار وتسحب الترخيص بتاعها بشكل دائم. ليه؟ ده بقت خصم وحكم في نفس الوقت. بقت خصم وحكم، ثم انه هيئه الاستثمار ليست جهه قطاعيه. يعني ايه؟ يعني الاستثمار ده يا اما مستشفى، مش كده؟ ايوه. جهه الرقابه عليه مين؟ وزاره الصحه. يا اما فندق، جهه الرقابه عليه وزاره السياحه. ما تقدرش تدي جهه غير متخصصه قطاعيا صلاحيات رقابيه بالشكل ده. انا اللي بخشى عليه ان ده يغير من طبيعه الهيئه اللي مهمتها انها تروج وتسهل وتبقى في صف المستثمرين. طيب جميل، احنا كنا بنقول بسم الله. مقال الدكتور زياد بهاء الدين الاخير كان عن الموازنه العامه للدوله، وطالب فيه بالشفافيه، خاصه انها بتدينا كشف حساب لرؤيه الحكومه. احنا هنعرف نشوف الحكومه من خلال الميزانيه ولا لا؟ بعد الفاصل نبدا الحديث وهنلش بقى، هندخل في مسارات عده عن الاقتصاد المصري والبنك المركزي ايضا والقرارات التي اتخذها السيد هشام رامز محافظ البنك المركزي. بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، واصل حواري مع ضيفي العزيز دكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس وزراء مصر السابق. الهاشتاج بتاعنا اسال زياد. كنت بسال الدكتور زياد عن مقاله الاخير عن الموازنه العامه للدوله اللي طالب فيه بالشفافيه. يعني ايه الشفافيه في الموازنه دكتور؟ هي كلمه مش اختراعي ده. أيوة. يعني اتجاه في العالم كله وله سبب، وعايز اوضح السبب ده شويه. الشفافيه طبعا معناها ان يبقى الامور واضحه ومعروفه، بمعنى انه مش مجرد الموازنه تتنشر كموازنه، لكن المنطق اللي وراها يبقى مفهوم وتتكتب بلغه سهله، ويمكن للناس انها تتابع اكتر البدائل المتاحه. لكن عايز اقول ان اهم حاجه في موضوع شفافيه الموازنه ده مش مجرد انه نعرف وخلاص. انا اللي بنطلق منه ان جزء كبير من استعداد الناس لانها تتقبل سياسات معينه انها تبقى شايفه المنطق اللي بنيت عليه. لما الحكومه رفعت اسعار او خفضت دعم الطاقه، الموضوع طبعا كان يعني في الاخر مكلف للناس، ما فيش حد يحب يدفع اكتر طبعا، غني او فقير ما حدش هيحب. لكن كان في تقبل لمساله، تقبل المساله لانه كان فيها قرار واضح، وكان فيها قرار حاسم، وكان فيها قرار ترددوا فيه اخرين كتير. لكن كمان عايز اقول ان كان فيها ان الناس كانت ادركت وقبلت فكره انه هذا الدعم لا يصل لمستحقيه. الناس كانت فاهمه ده. نعم. يعني انا لما كنت اروح سايق عربيتي لاسيوط وانزل في بلد الاقي الناس تقول لي اخبار الدعم ايه، فاقول لهم ده انا كده ابقى الحكومه دفعت لي كده من جيبها 100 جنيه هديه. فالناس يستوقفها ده وتحس ان فعلا في حاجه غلط. او لما تبقى عارف ان الانبوبه كانت وقتها ب 4 جنيه وانك هتدفع فيها 40 جنيه تبقى عارف ان في حاجه غلط. فاللي عايز اقوله كون ان الناس تبقى مدركه قيود الميزانيه ايه وايه البدائل المتاحه واحنا ليه اخترنا نعمل ده، انا بعتقد انه جزء اساسي جدا في تقبل الراي العام لما ياتي من سياسات بعد كده. فالشفافيه هنا مش مجرد للعلم، طبعا ليها اسباب اخرى وليها فوائد اخرى، ان بتفتح المجال لناس تقدم رايها. يعني ربما ان يكون في حد له خبير ما عنده راي يقوله، حزب ما عنده حاجه يقدمها، ده كله مطلوب. لكن كمان قبول الناس للسياسات جزء كبير منه هو ان انا ابقى فاهم ايه القيود اللي عليك وانت اخترت كده ليه. تتوقع ايه من الميزانيه القادمه وماذا تختلف عن الميزانيه السابقه؟ يعني ايه الحاجات اللي ممكن تجد انها ضروره في هذه الميزانيه؟ هو وزاره الماليه للامانه واتصل بي وزير الماليه الاستاذ هاني ادري، وهم نشروا من حوالي شهرين بيان تمهيدي، اظن اسمه بيان تمهيدي، بيان مالي تمهيدي او حاجه زي كده، بيشرح السياسات العامه اللي هتمشي عليها الحكومه في اعداد الميزانيه. ودي خطوه كويسه جدا ومكتوب بلغه جيده وسهله ومفهومه ويمكن لاي حد ان يقراها. الحاجات اللي هتفضل طبعا عليها علامات استفهام، اظن السؤال الاهم هو ماذا سيحدث في المراحل التاليه من دعم الطاقه. يعني احنا كلنا عارفين ان المرحله اللي تمت ليست نهايه المطاف، لا يزال حجم الطاقه المدعومه كبير،
فمدارس طبعا استفدنا في مصر من انخفاض سعر الطاقة عالميا، فأصبح ما بقتش المسألة بالإلحاح وبالتكلفة اللي كانت عليها من سنة أو من سنتين، لكن يظل اتجاه الدولة في الطاقة ودعم الطاقة يحصل فيه. يقابله على الناحية التانية، ودي المعادلة الصعبة، انت بقدر ما بتشيل من الدعم اللي شايف انه لا يتجه لمستحقيه، بقدر ما محتاج انك ترجع تضخ تاني في برامج توصل بقى لمن يستحقه الدعم. فبرضو مستقبل الحماية الاجتماعية في مصر هو الموضوع الاخر المهم جدا. طيب احنا معانا دكتور هاني قدري وزير المالية. مساء الخير دكتور هاني. دكتور هاني اهلا اهلا، مساء الخير. اهلا سيادة الوزير، مساء الخير يا فندم. وكمان برحب بضيفك الكريم دكتور زياد بهاء الدين. ربنا يخليك. احنا بنتكلم عن الميزانية يا دكتور هاني، وخليني ابتدي بما طرحه الدكتور زياد في البداية، وهو ايه هو المنطلق اللي وراء ميزانية الدولة اللي حضرتك بتنتهي منها الان؟ شوف الدكتور زياد يمكن طرح اهم عنصر في الموضوع، هو اعادة توزيع الفوائد بتاعة الاقتصاد من الفئات الاقل احتياجا ليها الى الفئات الاكثر احتياج. وشرح ليك يمكن المثال بتاع وهو مسافر اسيوط او مسافر الصعيد، وبيقول ان الموازنة كده او الدولة دعمته ب 100 جنيه، يمكن اكتر يا دكتور زياد، مش 100 جنيه بس. انما ما حبيتش ازود اعبائك يعني. انما الـ 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 القضية دلوقتي فعلا انت محتاج انك تحسن من جودة حياة الانسان المصري، والموازنة العامة في اي دولة هي اقوى اداة ممكن تعمل ده، بتعيد انك انت اولويات الانفاق العام بتاعتك، بتحط انفاق كنت تعتقد ان هو بيفيد الناس لمدة طويلة جدا، وبعدين بالرغم من اكتشاف ان هو فعلا ما بيفيدش الناس، محدش حاول انه يتخارج ويدخل في الانفاق اللي ينفع الناس. اهم حاجة بناء الثروة البشرية للوطن، اي وطن، واحنا في احتياج شديد لده، سواء اذا كنت عايز تحسن الخدمة الصحية او الخدمة التعليمية، ده استثمار في مستقبل مصر، ما تقدرش تعمله بالموارد الضعيفة اللي انت بتضخها في الصحة والتعليم، وتجد ان اكتر من 85% من الموارد الضعيفة دي رايحة في مرتبات. تدخل بقى المستشفى تلاقي ما فيش تجهيزات، تلاقيها مش اقل من انها تقدم خدمة كريمة للانسان المصري. تروح المدرسة تلاقي الخدمة التعليمية ضعيفة. طب وبعدين تبني مستقبل البلد ده ازاي؟ تنقل مصر من على خريطة من مكانها اللي موجودة فيه على خريطة الاقتصاد العالمي الى مكان اخر ومكان اخرى ازاي؟ فلابد ان يكون ده بيتطور على كذا محور. محور منها السياسات نفسها، وزي ما قلت لك السياسة المالية هي اقوى أداة ممكن تحقق ده. ده ما يخلش بدور القطاع الخاص وبدور المجتمع المدني، لكن عايز أقولك إنه هي القوة الاقتصادية العظمى اللي موجودة في أي دولة هي السياسة المالية. فإعادة توزيع الأولويات، البيان المالي التمهيدي ده يمكن أول مرة يخرج في مصر أو يتنشر في مصر، كان القصد منه إن إحنا فعلا نقول إيه الحكاية، إيه الحدوتة. وبشكل هقول لك استاذ خيري، اللي كتب هذا البيان مجموعه شباب من جوه وزاره الماليه ومتبرعين من خارج وزاره الماليه، وكلهم في متوسط سن ال 30 سنه تقريبا. عايز اقول لك ان انا وقعت على هذا البيان من غير ما اغير فيه حرف واحد عن عمي، عشان هي دي رؤيه مجموعه من المجتمع بتمثل المجتمع وبتحكي الحكايه زي ما هي شايفاها. وهي فعلا ان من مبادئ بتاعتنا ان مفيش اجراء اقتصادي الا ويكون معاه حماية اجتماعية. شوف بقى برامج كرامة وتكافل، شوف التحسن اللي حصل في اليات توزيع دعم الغذاء، شوف الزيادات اللي حصلت في الحد الادنى للاجور، شوف الزيادات اللي حصلت في معاش الضمان الاجتماعي، شوف الزيادات اللي حصلت على السنة اللي فاتت لاصحاب المعاشات. هتجيب ده منين وانت في نفس الوقت مضطر بمواردك الضعيفة والمساحة المالية المحدودة اللي انت بتتحرك فيها انك انت تقلل من عجز الموازنة؟ لان عجز الموازنة انت بتورث اللي وراك دين يحرمه من انه يبقى عنده قوة مالية واقتصادية للتنمية. شوف الرؤية كلها
بتقوم على ان انت او معاك ايه احتياجاتك الحقيقية ايه. هل انا محتاج ادعم الراجل او الاسرة اللي عندها اكتر من سيارة، ولا ادعم الشخص اللي مش قادر ان هو يجد او ما عندوش قدرة انه يحصل على خدمة صحية جيدة. ده على فكرة اول هام في الموضوع، لان بعد كده المهم ان بالفعل ان الخدمات اللي بتقدم للمواطن المصري ترتفع جودتها وتصل الى درجة العالمية. وده مثلا في وزارة الصحة هتجد ان في حوارات مع البنك الدولي علشان رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، وهيبدأوا دايما بالمحافظات الاقل حظا في التنمية. تجد ان في تحرك كامل علشان شراء اجهزة الى اخره. تجد ان في تحرك تاني كبير علشان مسار التنمية، ما هي المسألة مش اجتماعية فقط. انت عندك فجوة في الطاقة اللي انت محتاجها عشان تحقق التنمية بتاعتك. تجد ان في خطة اسعافية علشان تولد حوالي 3000 ميجا قبل دخول الصيف عشان تسد الفجوة دي، وبعدين 3000 ميجا تانية على الاقل علشان انك انت تقدر يبقى عندك فائض من الطاقة المستثمر لما يبقى عنده رغبة انه يستثمر ييجي. كل ده انت لازم تتحرك فيه في مسارات مع بعضها، ماشي في مسارات على السياسات. طيب سيادة الوزير، الميزانية سيكون فيها شفافية حتما بعد البيان الذي صدر؟ البيان المالي التمهيدي يا استاذ، حضرتك اطلعت على البيان المالي التمهيدي ولا ما جاتش فرصة؟ لا للأسف ما جاتليش فرصة، لكن هطلع من هنا ادور عليه واقراه. بس قبل ما انا عايز اوصل لنقاط محددة، بمعنى ما هو اتجاه الدولة زي ما سأل الدكتور زياد بالظبط في دعم الطاقة. هل هتبقى هذه الميزانية واضحة جدا وبتقول ان في الميزانية الجديدة سيتم رفع جزء اخر من الدعم عن الطاقة يفيد في النهاية محدود الدخل والفقراء ويرفع عن الاغنياء، ولا هيبقى في حرج في الكلام في هذا الموضوع؟ لا شوف، انا عايز بس اوضح، لو انا حصرت السياسة المالية لمصر والسياسة الاقتصادية لمصر في يعني في محور واحد وهو دعم الطاقة، ابقى غلطان. لا نخليه واحد من محاور عديدة. لا، ما احنا اتفقنا ان احنا بنعيد ترتيب اولويات الانفاق العام، ودعم الطاقة مش كله تحريك اسعار يا استاذ خير. نعم، دعم الطاقة، خليني اقول لك، ترشيد دعم الطاقة ماشي على كذا محور. في محور الاسعار اللي وكانت يمكن اكبر تحرك فيه كان السنة اللي فاتت، كويس. إنما هناك محاور أخرى في تنويع الانرجي ميكس بتاعك أو المزيج الطاقة، إنك أنت تبدأ تستخدم من أنواع الطاقة اللي هي أقل كلفة، إنك أنت تتحول إلى استخدامات طاقة أكثر رشادة، وده لسه مضيين بروتوكول على مدى 28 شهر يتم تغيير الإضاءة في الشوارع مصر كلها إلى إضاءة أفضل وأقل استهلاكا للطاقة، واخد بالك؟ دي توفر لها 400 ميجا وات، من 400 500 ميجا وات في السنة، يعني نص محطة كهرباء. إنك أنت عاوز إنك أنت تبدأ تتجه ناحية رفع الدعم، أو إنك أنت تخلي منشآت كثيفة استهلاك الطاقة أو استخدام الطاقة إنها تستخدم أنواع من الطاقة أرخص. بتتكلم على برنامج مع المنشآت السياحية علشان تحولها لاستخدام الطاقة الشمسية. حررت سوق الطاقة، لأن مفيش دولة في العالم تقدر إنها هي اللي تبقى ملتزمة بتوليد الطاقة مدى الحياة، مفيش قوة اقتصادية تقدر على ده. فكان في قانون لتحرير الطاقة، حررته على الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا بدأت تسمح دلوقتي قانونيا لقطاع خاص ان ينتج ويوزع الطاقة، وان هو ممكن يبيع الطاقة لقطاع خاص اخر وانت بعيد. فالفكرة كلها انك انت بتمشي على عدد من المحاور. الكروت الذكية اللي هي على زي ما اعلن السيد رئيس مجلس الوزراء ان مستهدف مع شهر يوليو القادم، نص يونيو، يكون الجميع معاه كروت ذكية لتموين السيارات بتاعتهم.
واخد بالك؟ انت ماشي على محاور متعددة علشان تتخارج من هذه المشكلة. ما تقدر. طيب هي المحاور دي والميزانية دكتور هاني محتاجة حضرتك تشرفنا هنا، يعني لو عندك وقت هنكون سعداء بتشريفك ومناقشة ده. لكن خليني أسألك السؤال الأخير واسيب الدكتور زياد لو عايز يكلم حضرتك. الحد الأدنى للأجور متى اتكلمنا في الحد الأقصى واتحسم وكان سريع جدا، ما الذي يعوق الآن تطبيق الحد الأدنى للأجور؟ حد الأدنى للأجور مش معوق، لكن إن ما الذي يعوقه؟ نعم غير معوق، غير معوق. أنت مطبق الحد الأدنى للأجور أقول لك بنسبة 99، بلاش 99، 95%. الـ5% اللي فيها مشكلة وبنحلها بقى كيس باي كيس أو حالة بحالة، دي كانت أنواع من التعاقدات اللي تمت على صناديق تتبع المحليات، وهذه التعاقدات كانت بالتجاوز على القانون. وبكل لما بيبدأ يتم تقنين مجموعات من الناس دي بتبدأ تستفيد من الحد الأدنى للأجور. لكن أقدر أقول لك أن الحد الأدنى للأجور مطبق بنسبة 95%. يعني 95% من العاملين في مصر سواء قطاع عام أو قطاع خاص لا يقل الراتب عن 1200 جنيه؟ لا شوف، أنا هنا بتكلم على القطاع العام والقطاع الحكومي. طيب القطاع العام والحكومي لا يقل راتب أي موظف عن 1200 جنيه؟ مش راتبه، جملة دخله، يعني شامل كل شيء، الإجمالي الدخل الشامل، يعني القانون طالع كده، يعني بما فيها الاشتراكات التأمينية وبما فيها الضرائب بتاعته، جملة الدخل 1200 جنيه توتال جروس، واخد بالك؟ نعم. فالقطاع الخاص ترك له قدر من التفاوض علشان ما تخشش في أزمة إن تدخل بقى في تاني عملية التوظف غير الرسمي أو التوظف اللي ما بقاش مؤمن على صاحب مؤمن على العامل إلى آخره. فترك للقطاع الخاص قدر من المرونة وبتبقى الحوار واخد منحى آخر. دكتور زياد اللي عايز أقوله لك إن حتى في القانون بتاع الاستثمار الجديد أو التعديلات اللي حصلت في قانون الاستثمار تحولت، ودي نقطة مهمة جدا وجوهرية، تحولت الميزات التي تعطى للمستثمر من ميزات محفزة للصناعات أو الأنشطة كثيفة استخدام الطاقة وبالتالي قليلة التشغيل إلى امتيازات تعطى للصناعات أو الأنشطة كثيفة استخدام العمالة، تحديدا ان الدولة هتيجي في المناطق النائية مثلا على سبيل المثال هتبقى بتساهم بحصة رب العمل في التأمينات المستحقة للعامل، ودي حتة مهمة جدا. يعني الاول كنت بتجذب صناعات كثيفة استخدام الطاقة وانت ما عندكش ما تستطيع انك انت تقدمه مدى الحياة من هذه الطاقة، النهاردة انت بتتخارج من دعم الطاقة ومعظم الصناعات دلوقتي بتاخد الغاز الطبيعي بالسعر العالمي واكتر، وبقيت بتحط دعمك في للصناعات اللي هتشغل عمال وتسدد نيابة عنها لمدة معينة الاشتراكات بتاعة التأمينات للعامل. ده تغير جوهري في الوجهة الاقتصادية. نعم. طيب انا هترك الحوار للدكتور زياد بهاء الدين مع حضرتك. اتفضل دكتور زياد. شكرا. ويعني اولا عايز بس اشكر مره اخرى سياده الوزير على اهتمامه بالحوار وعلى موضوع الشفافيه، ده مهم جدا. وهنتهز فرصه ان احنا بنتكلم واطرح عليه بعض الافكار او التساؤلات. يعني الموضوع الاول وارجو يعتبرها مجرد اقتراح، انا متهيألي انه احد الاشياء اللي الناس محتاجه تشوفها اكتر هو وضوح اكتر في بعض جوانب السياسه الضريبيه. الحكومة في شهر يوليو اللي فات رفعت ضريبة الدخل بقت 25 وعليها 5% إضافية بقت 30%. في هذا البيان الختامي أو البيان التمهيدي ولا إيه، وأيضا في تصريحات وزير المالية قبل مؤتمر الاقتصادي شرم الشيخ نزلت إلى 22.5. نعم. أنا شايف المسألة محتاجة تفسير، يعني ما الذي دعا لصعودها ل 30؟ بمعنى إيه؟ مش ان احنا بنتعاتب، لكن المنطق اللي وراها ايه؟ ده اللي اقصده بانه الناس تبقى فاهمه الفلسفه المطلوبه ايه. نعم. وامتى هيتطبق ال 22.5؟ لانه انا اخشى ان احنا
نكرر تاني مسألة ان يبقى اللي مكتوب في القانون شيء واللي معلن شيء وما فيش وضوح كافي امتى بالضبط الضريبة تبقى 30 وامتى هتبقى 22. الوضوح الضريبي من اهم ما يمكن. يعني هنشوف مثلا نفس الموضوع عمل بعض المشاكل في ضريبة البورصة لانه في تساؤلات بشأن كيفية تطبيقها. نعم. اقتراحي الاخر خاص بعجز الموازنة. ما فيش شك ان احنا في مصلحة البلد انه الموازنة العجز الموازنة ينخفض، كلما انخفض كلما ده كان بالمناسبة في مصلحة البلد كلها. نعم. ويستفيد منها الجميع لانه عجز الموازنة ترجمته في الاخر هي في التضخم. احنا بدأنا في حكومتنا بعجز موازنة كان مقترب من 14% نزل ل 12.5%. اللي فهمته من البيان التمهيدي انه المستهدف 10.5 وده كلام كويس. انا كل اللي بحاول اطرحه انه يقابل الاهتمام الاقتصادي الحقيقي والضروري بنزول عجز الموازنة يقابله ايضا ان ده له تكلفة اجتماعية. فارجو ان ما يكونش النزول بعجز الموازنة بسرعة اكتر من اللازم واعتبار انها لازم تنزل تحت 10% في اقرب فرصة ممكنة والا يعني نبقى مقصرين، ما يكونش ضاغط على الاسعار وعلى يعني مستويات المعيشة وعلى حياة الناس اكتر مما يمكن احتماله. بمعنى ده جزء من الشفافية. نعم. ربما ان الاقتصاد يتطلب النزول بيه بسرعة لكن الوضع الاجتماعي يسمح بان احنا ناخده بهدوء اكتر. ملاحظتي الثالثة والاخيرة، اتمنى ايضا ان يشوف يعني تلازم اكتر ما بين ما يجري توفيره او جزء منه في دعم الطاقة او في غيره وفكرة الحماية الاجتماعية. اذا كنت انا فاهم اللي انا قريته في البيان التمهيدي مظبوط، يبقى دعم الطاقة الوفر فيه السنة اللي فاتت كان حوالي 47 مليار. برنامجين تكافل وكرامة اللي انا من اشد مؤيدينهم بالمناسبة، اللي انا فاهمه انها في الميزانية القادمة 5 مليار وشوية، اذا ما زال عندنا مساحة لانفاق اجتماعي اكتر من كده. خصوصا ان انا برضو من الحاجات اللي مش فاهمها، طالما عملنا هذا الوفر كله ليه هنمول كرامة وتكافل من خلال قرض دولاري من البنك الدولي بدل ما يكون ده تمويل مما جرى توفيره من دعم الطاقة او من وفرات اخرى. تفضل سيادة الوزير. شكرا دكتور زياد. يعني الثلاث قضايا في منتهى الاهمية. خليني هبتدي بالأخيرة في الأول اللي هي دعم الطاقة وتوجيهها للحماية الاجتماعية. عايز أقول لحضرتك وده بيان احنا بنعده بصورة برضو مبسطة، إن الموضوع مش بس رايح في تكافل الكرامة، وتكافل الكرامة والمعاش أو المعاشات الضمانية عموما اللي هيبقى مخصص ليها أحب أقولك إنه هيبقى 11 مليار جنيه تقريبا في الموازنة الجديدة. يعني هيتم رفع ده بحيث ان ندي مساحه لوزاره التضامن الاجتماعي انها تضاعف عدد المستفيدين بعد لما نجحت من وجهه نظري واعتقد ان الناس كثيره بتأيدني ده في عمليه الاستهداف، لان كان يمكن من العيوب اللي كانت الخطيره اللي كانت بتواجه هذه المعاشات الضمانيه انها كانت مفتوحه بشكل مش مهدف او ما بتوصلش لمستحقيها بشكل عادل او بشكل جيد. فيمكن حصل قدر من التأخير شوية، لكن دلوقتي مع التنفيذ اللي ابتدى متسارع ويمكن بدأوا في محافظتي أسيوط وسوهاج ان الاستهداف بقى افضل، فانت تاني بقيت بتوجه الدعم بصورة افضل، مش بس بصورة اكثر حجما ولكن افضل توزيعا. الحاجة الثانية انا عايز اقول لك ان الانفاق الاجتماعي، ودي أول مرة نحاول نحسبها في وزارة المالية، صافي الإنفاق الاجتماعي اللي هيبقى في الموازنة الجديدة 295 مليار جنيه. يعني إيه صافي الإنفاق الاجتماعي؟ بعد ما صفيه خالص من مسألة الأجور. يعني هو لو حطيت الأجور اللي موجودة في هذه البرامج توصل 430 يمكن مليار جنيه، لو الرقم لو الذاكرة ما تخونيش. فبقول لك ال 295 مليار دي فيها زيادة عن السنة اللي فاتت حوالي 16-17%، يعني زادت كقيمة حقيقية بما لا يقل عن 4-5%. يعني النهج كله بتاع إعداد الموازنة والنهج بتاع رؤية السياسة المالية كله اختلف. بتعمل استهداف أفضل، بتعمل إعادة توزيع للفوائد الى الفئات الاولى بالرعايه والاكثر احتياجا لها، وفي نفس الوقت انك انت بقى عندك قياسات افضل، لان زي ما اتفقنا
ان في الصحه والتعليم على سبيل المثال انت بتتكلم على ان 80% من موازناتهم او يعني 80% من موازناتهم بتبقى مخصصه في الاجور. انا عايز اعرف قد ايه بقى بيوصل للانسان المصري. فالبرامج الحمايه الاجتماعيه فيها مش بس صحه وتعليم وتكافل وكرامه ومعاشات ضمانيه، لا، فيها برامج مخصصه للفلاح، فيها برامج اخرى مخصصه للطالب او للطلبه، فيها الاسكان الاجتماعي 11 مليار جنيه لوحدها. وده انت يمكن حضرتك شايف النشاط الكبير اللي في وزاره الاسكان علشان تهيئه او توفير وحدات سكنيه رخيصه او يعني محدوده التكاليف، وبتخاطب اكثر من فئه، الطبقه المتوسطه وايضا تخاطب الفئات الاكثر احتياجا في العشوائيات وخلاف. واللي عايز اقوله ان برامج الحمايه الاجتماعيه اقول لك ان في 295 مليار لسه جوان دول شاملين دعم الطاقه، لكن شوف بقى الزياده على الصحه وعلى التعليم ماشيه ازاي. احنا في الاستخفاف الدستوري مع نهايه العام الجديد ان شاء الله، اللي هو المفروض نصل في الصحه والتعليم والبحث العلمي الى 10% من الناتج القومي، احنا السنه الجايه هنكون ما بين 7.5 الى 7.6 من 10. ففي زيادات حقيقيه بتحصل في مخصصات هذا او هذه المجالات اللي هي بنتكلم فيها في بناء مستقبل مصر. ده او موضوع حضرتك. طيب الموضوع الثاني كان عدم الوضوح في السياسه الضريبيه. لا، مفيش عدم وضوح، خليني اقول ان هناك تغير في ال اقول لك ايه، في الواقع او في المشهد. احنا استلمنا الاقتصاد في 1 مارس 2014 كانت معدلات النمو حوالي 1% في المتوسط، وكان القاعده الضريبيه كان فيها انواع من الفوائد التي لا تخاطب الفقراء او محدودي الدخل ومعفاه من الضرائب. فكان ما اشرت اليه في كافه المحافل اعلاميا وفي المؤتمرات وفي الاجتماعات الرسميه وغير الرسميه، ان احنا لينا هدف مهم دفع عجله النشاط الاقتصادي، وده هيتم كان في الوقت اللي ما كانش قطاع خاص عايز يتخذ خطوه المبادره. فكانت هناك الحركه الكبيره من الجانب الدوله في مشروعات عملاقه، مشروع قناه السويس على سبيل المثال، مشروعات الطرق، مشروعات الزراعه الى اخره. كان لازم اللاعب الاكبر في المجال الاقتصادي ياخد المبادره، لان كان ده الوقت اللي ما فيش ثقه في الاقتصاد المصري، وكان كل قطاع خاص بينتظر حد تاني ياخد الخطوه الاولانيه وهو يدخل وراه. النهارده بعد لما الحكومه او الدوله خدت المبادره وابتدت يبقى في هناك رغبه حقيقيه وملموسه من استثمارات كبيره في مجالات شتى، في الطاقه، في الاسكان والتشييد والبناء، في بعض الصناعات، حتى اكتشافات الغاز 12 مليار دولار اللي اعلنت عليها بريتش بترونيوم قبل المؤتمر الاقتصادي، اكبر ضخ لاستثمارات في اكتشافات الغاز في المياه العميقه في مصر. بنتكلم على ان بعد لما العجله ابتدت تدور وابتدينا نشوف مؤشرات جيده جدا الى النمو، اللي هو في النص الاولاني من سنه 13 14 كان مسجل 1.2 او 1.3 من 10. النص الاولاني من السنه الماليه اللي احنا فيها دي مسجل 5.6 من 10. اذا في حركه حقيقيه بتحصل في الاقتصاد خلف المشهد. ده مش هتبقى ارقام من فراغ، يعني حتى لو في قدر من الاستاتستيكال ايرور او من الخطا الاحصائي مش هتتجاوز 5 الى 10% من هذه المعدلات. فانت بتتكلم على ان في حركه حقيقيه مدفوعه بنشاط اقتصادي فعلي بيحصل في القطاع الحقيقي وفي قطاعات متعدده موجوده، اللي هي عملت ده وانعكست ايضا على انخفاض وان كان طفيف بنسبه 1% على معدلات البطاله. ف ارجع للضرائب وعلاقتها بهذا المشهد، ان كنا بنقول ان احنا بنوسع القاعده الضريبيه، وسعنا القاعده الضريبيه بالفعل الى حد كبير، اقدر اقول ان احنا تمنا
حوالي 75% من هذا طبقنا الضريبة العقارية وإن كانت لسه في مهدها وبتقابل صعوبات في التطبيق، وده وضع طبيعي ما يزعجنيش، لكن المهم أنها طبقت. عملنا توسعة في القواعد الضريبية من ناحية ضريبة الدخل ومخبط أنواع من الدخول لا تخاطب محدود الدخل أو الثراء، وبيها النشاط الاقتصادي ابتدى يزيد. وبعدين وجدنا وده مع إدارة الاقتصاد والديناميكية المطلوبة وجدنا مشهد يستحق الوقوف عنده. لقينا إن مع النجاح الكبير لقناة السويس، وهي ليست حفر القناة الجديدة فقط ولكن المشروعات الضخمة التي ستقام على محور القناة بطول، سواء إذا كانت في اللوجستيات والخدمات، إذا كانت حتى في زراعة السمكي، إذا كانت في المناطق التكنولوجية إلى آخره، مناطق الصناعية. فوجدت إن أو وجدنا كحكومة إن الاقتصاد مصر الجديد على مدى العشر سنوات اللي جاية قد يتجه تلته إلى هذه المناطق، وكان لابد من اتخاذ حركة سريعة جدا حتى لا تقع الحكومات القادمة في مأزق. وكرر تاني، حتى لا تقع الحكومات القادمة في مأزق، إن لكان لابد من توحيد أسعار الضريبة. ما أقدرش أشوف اقتصاد مصر والفوائد اللي موجودة فيها دكتور زياد والدخول اللي هي محققة لا تكفي إنفاق ولا تكفي احتياجاته، ومهما عملت من تمويل داخلي وتمويل خارجي مجتمعين مش كفاية للتحريك أو لتمويل احتياجات الاقتصاد القومي. فكان لابد من ان احنا نبدأ نقول ان هناك هيبقى في مصر في خلال عشر سنوات اقتصادين ماشيين بالتوازي، ومش عايزين ان احنا نكرر تاني مشكلة المناطق الحرة. هيبقى في اقتصاد بيقوم بعشرة في المية متكامل، اقتصاد مصر الجديد عليه ضرائب 10%، والاقتصاد التقليدي اللي هيبقى تقليدي في خلال عشر سنوات عليه 25%، لان 30% كانت هتنتهي في خلال سنتين، لان 5% الاضافية كان عمرها قانونيا ثلاث سنوات فقط. فوجدنا ان لابد من توحيد سعر الضريبة على مستوى مصر كلها حتى نؤمن تدفقات ذاتية او تدفقات من التمويل الذاتي للدولة، بحيث انها تقوم بدورها في التنمية وفي خدمة المجتمع. لو كنا سيبنا الموضوع وبدأت الشركات وبدأت المشروعات تأتي وتقوم على عقد ما بينها وما بين الدولة، ثم تضطر الدولة مستقبلا انها تغير هذا العقد، يبقى احنا كنا بنورث الحكومات القادمة المشكلة. تمام. طب الجزء ده واضح سيادة الوزير، بالنسبة ل من امتى هتبتدي تطبق الضريبة دي المستثمر يعرف يعني يعني هي لما هتطبق على معاملات 2015 اللي الناس بتقدم اقراراتها فيها في 2016. تمام. بالنسبة لضريبة البورصة وكيفية تطبيقها، الارتباك اللي فيها حتى الآن؟ لا يوجد ارتباك على الإطلاق. خليني يعني اكرر ده بوضوح شديد، المسألة البورصة والتعاملات اللي فيها لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بمسألة الضرائب. ولما نشوف المشهد الاقتصاد المصري على الـ 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 السنوات اللي فاتت وحتى على السنة الماضية، يعني اقول لك ان لما اتقفلت السفارة الانجليزية لوحدها ولما انخفضت الاسعار العالمية في نوفمبر اللي فات وخدت كل الاسواق الناشئة الى ادنى، البورصة المصرية فقدت مجتمع في الحدثين دول حوالي 2500 نقطة. محدش اتكلم على ده. طيب لما موديز وستاندرد اند بورز وفيتش لما رفعوا درجات الجدارة الائتمانية للاقتصاد المصري، ايه اللي حصل؟ على مدى ست شهور اللي فاتوا واحنا بناخد زيادات في الجدارة الائتمانية، يعني معناها ايه؟ معناها زيادة الثقة في سلامة السياسات الاقتصادية وفي سلامة الاقتصاد المصري، وانخفاض في مخاطر التعامل مع الاقتصاد المصري، مش بس حكومة، لا الأهم قطاع مصرفي وقطاع مالي وقطاع غير مالي. ده خد البورصة فوق الثلاث أربع أحداث اللي حصلوا في الشهور الماضية. لما تيجي تشوف كده تأثيرهم على البورصة كان قد إيه،
ابتديتها لفوق باكثر من 4300 نقطة. انما احنا عندنا اشكاليات عديدة. اولا الاشكالية الاولى هي ان كثير من الاوراق ذات القيمة القوية اقتصاديا تركت السوق من زمان. انت عندك من 2008 في مشكلة في حجم التداول وفي حجم رأس المال السوقي. بص على اعمل شارت هتلاقي ان حجم التداول وحجم رأس المال السوقي من 2008 للنهاردة ما تحركش كثيرا، بل بالعكس قاعد بيحكوم في حتة ضيقة او في مجال ضيق. انت عندك بعض الامور الآلية اللي المتعاملين في السوق نبهونا ليها. موضوع خصم 6% تحت حساب الضريبة على سبيل المثال، قال لك ان دي اشكالية. حاضر، مش هنشيلها. يعني اذا كان هذا الامر عامل اشكالية بالنسبة للمستثمر الاجنبي، وكنا شايفين المستثمر الاجنبي صافي مشتري طول الوقت، لكن لا بأس من احنا نعيد النظر في امور قد تحدث اضطراب، لان الهدف هو وضع ضريبة عادلة على الانشطة الاقتصادية ككل، مش الهدف انك تعمل ارتباك او ارباك للنشاط. ففي آليات معينة وهناك تواصل مستمر مع السيد رئيس هيئة الرقابة المالية في الأيام الأخيرة دي علشان نشوف إيه هي العدة مواطن اللي عاملة ارتباك، بنتكلم مع نفس السوق إلى آخره، وهنصل إلى حل لهذه المسألة وسريعا جدا، مش هنستنى. لكن اللي عاوز أقوله إن إحنا لابد أن نهتم بأن يعود سوق المال المصري متواجد فيه اوراق وشركات ومؤسسات ثريه، ما تبقاش الحكايه انها يعني شوف كده. انا افتكر قبل 2011 كان فيه في كل قطاع من القطاعات ثلاث اربع شركات يعتبروا من البلو تشيبس ورواد للسوق. النهارده مفيش ده، ففي حاجه هيكليه جوه السوق نفسه محتاجة انها تتحسن، وده هيتم ان شاء الله. الموضوع الثالث اللي طرحه الدكتور زياد اللي هو عجز الموازنة وما يكونش ليه تكلفة اجتماعية، نعم، وبينزل بسرعة الى اخره. شوف يا دكتور زياد، لما هنقعد مع بعض، انت طلبت حوار مجتمعي واعتقد ان انا رحبت بيه وبدأته معاك فورا حتى على الهواء دلوقتي، لكن اللي عاوز اوضحه، انت في مثل كده يقولوا البصل، يقول لك على قد الحسك ايه؟ مد رجليك. ايوه كده، فشوف ما في مثل تاني بيقول لك كبر اللحاف. ما هو احنا بنكبر اللحاف، يعني الزمن اتغير فمش هقطع رجليا، لكن نقدر نوسع اللحاف شويه. لا احنا موسعينه، بس انت هتيجي في وقت هتلاقي اللحاف بيتقطع. فانت اهم نقطة انت تبدأ تشوف الاقتصاد بتاعك يقدر يولد فوائد قد ايه، بتقدر تشوف انت تقدر تجتذب استثمارات ومدخرات من الخارج قد ايه، واللي بيها ده الحد بتاعك اللي تقدر تشتغل بيه، لانك غير كده هتبدأ دكتور تدخل في سياسات تضخمية، ان هتضطر انك انت تمول العجز باساليب توسعية مش تقليدية من موارد البنك المركزي، وده شيء انت نفسك طرحته في حديثك انه يؤثر في النهايه على محدود الدخل، كل ما هتزيد حالات التضخم وغير التاثير على قيمه الجنيه المصري. فانت عندك محددات كثيره، انت مش ماشي بسرعه ولا حاجه. اقتصاد في حاله مصر وبهذه الدقه او في حاله دقيقه جدا وعنده عجز في حدود 10%، لا ده وضع قاسي. طب انا هقول لحضرتك حاجه، انت بتقول انك قدرت تنزل في وقت توليك المسؤوليه انذاك ان نزل العجز الى 12.8، بس يا دكتور زياد لو شلت المعونات اللي جات عينيه او نقديه، المعونات الكريمه اللي جاءت من الامارات والسعوديه والكويت، هتجد المشهد مختلف تماما، هتتجاوز ال 15.5 16. امور لابد ان احنا ناخدها بنظرة تلسكوبية.
ما نقدرش ان احنا نعمل زوم على لقطة واحدة ونحد فيها الاقتصاد. تأكد ان من الحصافة جدا ان مسألة تقليل العجز سيطرة على التضخم ده امر او رافض مهم جدا من روافد حماية الاجتماعية، لكن عندنا فيها مشاكل اخرى مش عايز اتطرق ليها، زي ما يسمى بالاختناقات في جانب العرض نتيجة ضعف المناطق اللوجستية والهدر الكبير اللي بيحصل خصوصا في المنتجات الزراعية نتيجة عدم وجود الخدمات اللوجستية اللي تحمي هذه المنتجات. دكتور هاني، المصري ينفق حوالي 50% من دخله على الغذاء. سيادة الوزير عايزين نكون شركاءكم في الحوار المجتمعي على الهوا قوي، يعني هنبقى سعداء جدا، هنبقى سعداء واحنا بنتفق على الهوا بعد ظهور الميزانية واعلانها بشفافية ان احنا حضرتك تشرفنا ونعمل حوار مجتمع عراقي هنا على الهوا، يشاركنا فيه الدكتور زياد بهاء الدين ان شاء الله، وننتقي نخبة ونفتح حوار حول الميزانية. يسعدني. طيب ده اتفاق يا فندم. ده اتفاق يا فندم. سعدنا جدا بمشاركة حضرتك، نورتنا، بشكرك جدا دكتور هاني أدري وزير المالية، ادانا من وقته الكتير وسهرناه. شكرا جزيلا يا سيادة الوزير. هتسمح لي اطلع فاصل وارجع علشان تكتبت كتير هو وفر عليا سيادة الوزير أسئلة كتيرة. المفاتيح اللي عمل اللي طرحها دكتور هاني أعتقد ممكن نكمل فيها. نلتقي بعد الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى، اواصل حواري مع الدكتور زياد بهاء الدين. وتسمح لي اقول لحضرتك بصفتك نائبا للحزب الديمقراطي المصري، انت ناوي تدخل الانتخابات البرلمانيه القادمه؟ لا انا شخصيا مش ناوي. انت قلت قبل كده انك عايز تخرج من العمل الحكومي علشان تتفرغ للانتخابات. ثم قررت انك ما تدخلش. غيرت رايي في السنه اللي فاتت، لكن ده مش موقف من الانتخابات نفسها. يهمني اوضح ده، دخول الانتخابات ده قرار كبير يعني على المستوى الشخصي وعلى المستوى الأسري وعلى مستوى أسيوط. وأنا بالنسبة لي كان دخول الانتخابات المرة اللي فاتت مش مجرد أنه يعني مقعد الواحد ياخده وخلاص، لكن كان تقديري أنها هتبقى لحظة مهمة جدا، لأن كان فيها فكرة يعني مستقبل الدولة وهويتها ودستورها ومسائل من هذا النوع يعني. فأنا شخصيا مش داخل انتخابات، لكن برغم تحفظاتي الكثيرة اللي كتبتها وغيري يعني الحقيقة مش أنا بس، على قانون الانتخابات وعلى الطريقة اللي بيجري إعداده بيها والغموض أو الاضطراب اللي بيحيط بيه، لكن أنا من أنصار أن الحزب يدخل الانتخابات، ويعني إحنا حزبنا عموما ما يحبش المقاطعة يعني. أنت شايف أن في حياة سياسية في مصر وحياة حزبية في مصر بجد؟ لا، ما فيش شك انه يعني تقييم الناس الرأي العام يعني عنده خلينا نقول احباط من الحياة الحزبية. نعم. في الفترة الراهنة، وانا مش في مجال ان انا ادافع عن الحياة الحزبية عموما، وكتير من الناس منتقدة في الاحزاب حقيقي بالمناسبة. انا كل بقوله حاجتين، الحاجة الاولى انه جانب كبير من ده طبيعي ولازم نتعايش معاه ونقبله بقدر من سعة الصدر. احنا انتقلنا من حياة حزبية مقيدة للغاية فيها حزب وطني وعدد محدود من احزاب اللي معارض منها واللي مش معارض، الى بعد يناير اظن وصلنا لتسعين حزب او حاجة زي كده. الاهم انه كانت الامور في السنتين الاولانيتين يعني محكومين قوي بفكرة الصراع المدني الديني في الحياة الحزبية، ده كله اختلف تماما. فاحنا بتفوت في مراحل، الأكيد في تقديري الخاص إن بعد الانتخابات الجاية هيحصل يعني تغيير جذري في خريطة الأحزاب. 90 حزب دول قطعا في أحزاب هتختفي منهم، قطعا في أحزاب هتقفل، قطعا في أحزاب هتندمج، ربما أحزاب جديدة. فدي مرحلة فيها التغير ده، ومفيش مانع إن الناس تبقى مستعدة تتقبل إنه ده شيء بيتكون على مدى سنوات طويلة ويبقى عندهم قدر من سعة الصدر. الحاجة التانية اللي تهمني
ايا كان الانتقاد اللي بيوجه الاحزاب، وزي ما قلت وبكرر مره ثانيه وكثير منه صحيح، مهم ان احنا ما نفقدش يعني ثقتنا واهتمامنا بفكره الحياه الحزبيه. يعني حتى لو تجربتنا تعثرت في السنوات الاولى، مهم ان يفضل عندنا كشعب وكمجتمع اهتمام وتقدير لانه يجب ان يكون في حياه حزبيه. ده معناه اهتمام بالحياه السياسيه. طبعا. يعني طبعا لان الشباب بعد، الحقيقه مش الشباب بعد، ويعني والاكبر في السن يعني ما عندوش اعتقاد ان الاحزاب في يعني لديها ما تقدمه بوضوح. بس ده كمان في سوء فهم كتير، يعني كتير مثلا يتقال لنا ايه، انتوا ليه مش بتقدموا حاجات للناس في الشارع؟ دي مش مهمه الاحزاب. الاحزاب الدوله تقدم، الجماعات الاهليه تقدم، الشركات الكبرى اللي عندها برامج. بيسألوا لما بيحصل غياب سياسي يا دكتور، بمعنى ان لو الاحزاب دي كان لها دور سياسي في الشارع، سواء كان بالتوعيه، ما هو دور، اذا كان الدور ده غايب فانا بدور على البديل. طب اعمل اي حاجه، طب اوزع رز، يعني اعمل اي شيء. بس المهم ما يكونش توزيع الرز هو اللي يعني اللي يسيطر علينا باعتباره عامل احزاب، ده مش عامل احزاب. الحاجه الاخرى، ناس كتير تقول ما تندمجوا، يعني ما الناس تندمج لما يبقى في ما يدعو للاندماج، لكن انا بعتقد انها فتره كده الحياه الحزبيه انحصرت فيها شويه وتعرضت لاعاده نظر كتيره، وكتير من الناس بتعيد التفكير فيها. لكن مره اخرى انا مش بدافع عن الاحزاب، بعتقد انها وجودها ضروري، وضروري ان احنا جميعا نبقى متمسكين بفكره الحياه الحزبيه. لانه من غير ده يعني المجتمع ما يشتغلش، من غير اليات كانها يعني بتعمل اليات نقل معلومات ونقل اراء ما بين المجتمع عموما وبين الدوله. الدكتور هاني أدري وهو بيتكلم عن البورصة قال إن ضريبة البورصة ليس لها علاقة بما يحدث في البورصة. خلصنا الأحزاب كده؟ خلصنا الأحزاب. طيب. خدتها بسرعة بس أنقل من الكلام التقيل في الاقتصاد وبعدين رجع تاني، لأن ناس كتير قلقانة من مما يحدث في البورصة النهاردة، خسائر تزيد عن 9 مليار أو 2% وشوية. ممكن تفسر للناس ماذا يحدث في البورصة؟ اللي بيحصل ده نتيجة لإيه؟ حجم الخسائر المتلاحقة، قد الخسائر في أوقات غير متوقعة. شوف الموضوع ده له يعني خبرة في التحليل، انا مش منهم، انا مجالي كان الرقابه وليس التحليل، وده فعلا فن له ناس يفهموا فيه كويس يعني. لكن هقول حاجات قد تبدو بديهيه، لكن احيانا البديهي على فكره هو اكتر حاجه الواحد محتاج يرجع لها. عايز اقول زي ما كنت بقول على الاستثمار، جزء من 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 مهمتنا في المجتمع ان احنا نبقى مدركين ان البورصه دي مش اختراع مصري، وموجوده بدون مبالغه في كل بلدان العالم. ما اظنش ان في بلد النهارده ما فيهوش بورصه، وضروري وجودها. وكل الاعتقاد بان البورصه، في ناس تقول مش عارف صاله قمار وانها للتلاعب، ده مش مظبوط. البورصه دي ليها مهمه واضحه للغايه، وهي انها تساعد الشركات على انها تجمع مدخرات وتكبر وتزود رؤوس اموالها الى اخره. مهم ده لانه اقتناع المجتمع بسوق المال وبالبورصه دي مساله مهمه خالص. السؤال بعد كده بقى، هي البورصه بتعبر عن ايه؟ انا بعتقد البورصه بتعبر عن نوع من القلق العام يعني في المجتمع. ولذلك كلما كانت السياسة الاقتصادية أكثر وضوحا، دي أكثر حاجة مؤثرة في البورصة. طبعا ممكن يكون في قانون معين بيأثر في البورصة صعودا أو هبوطا أو حالة معينة، لكن بشكل عام هي فكرة الطمأنينة. اللي بيستثمر في البورصة محتاج يشوف قدر من المستقبل قدامه، يعني أنا عارف أنا في الشهرين الثلاثة جايين رايح على فين. إذا الوضوح ده اختل، أكتر حاجة بلاقيها بتأثر على مؤشر البورصة. طيب حضرتك كتبت مقالين، ومن اهتماماتك، وأنا ملاحظ حتى من ساعة ما ابتدينا الحوار بتتكلم عن العدالة الاجتماعية، الحماية الاجتماعية، الطبقات الأدنى الفقيرة، وكان نموذج التجربة الهندية هو المؤشر اللي بتستند إليه. ماذا ترى في التجربة الهندية اللي يتناسب مع شعب زينا مع اختلاف العادات والتقاليد والعرقيات والتعداد السكاني وخلافه؟ الهند بالمناسبة يعني تجربة مهمة، مش لأنها نجحت نجاح باهر، الهند ما زال فيها وضع اجتماعي متفجر يعني وخطير وأعداد غفيرة طبعا، لكن هي الهند جربت حاجات مهمة وتقدمت في حاجات كتير قوي. طبعا الواحد زي ما حضرتك عارف، وانت يعني كاتب يعني قبل كنت توقفت لا ما تتوقفش ولا حاجه. يعني الواحد لما يكتب دايما عن في الصحافه، يعني لما يكتب عن حاجه خارج مصر بيبقى بالضروره بيكتبها هو في ذهنه شيء بيحصل في بلده، مش كده؟ نعم. انا اللي استوقفني هو فكره المؤسسات اللي موجوده،
وعلقت تحديدا على دور الجمعيات الأهلية تشتغل إزاي، ليه ده مهم، وعلى دور البنوك المتخصصة في الإقراض الصغير، يعني اللي بنسميه التمويل الصغير ومتناهي الصغر، إن له مؤسسات متخصصة، وأيضا الجمعيات التعاونية. وحد أحد النماذج اللي أنا كتبتها جمعية تعاونية، أشهر جمعية تعاونية في الهند، اللي ابتدت من 40 سنة والنهاردة أعضائها أو ومعظمهم ستات منتجات اللبن، أعضائها 3.5 مليون في جمعية واحدة. أنا كان اهتمامي بالبحث في الوسائل المختلفة اللي بتدعم فكرة العدالة الاجتماعية، وكان قصدي إيه؟ إنه قضية العدالة الاجتماعية بالمناسبة أنا عارف إنها شغل كل المصريين بالتأكيد من بعد يناير. نعم. كلنا بنتكلم فيها وكلنا، لكن احنا مش بالضروره متفقين هي تعني ايه بالظبط. يعني بتلاقي في جانب منها تعني عند ناس اصلاح مؤسسي حقيقي وتغيير جذري في طريقه توزيع الموازنه وحمايه اجتماعيه بالمعنى الكامل، ولسه عند ناس اخرى بيفكروا فيها بانها يعني مسكنات كده تديها للناس الغلابه من وقت للتاني. مش ده العداله الاجتماعيه، عشان نعم. عشان كده بنتنقل من العداله الاجتماعيه للحمايه الاجتماعيه. لكن كان اللي يهمني في التجربه الهنديه هي فكره انه المجتمع الاقتصادي ما هوش مجرد دولة وقطاع خاص. احنا هنا بنعتمد على فكرة ان في دولة وفي قطاع خاص، في حاجة تالتة اسمها المجتمع المدني. نعم. وكنت قصدي ان المجتمع المدني ليس كما يعني الانطباع اللي يجي للي بيقرأ ويتابع الاعلام ان المجتمع المدني ده هو مجموعة من جمعيات حقوق الانسان. ده غير صحيح، حتى في مصر او الجمعيات اللي بتتمول من برة، يعني كل الحالة اللي عندنا دي المجتمع المدني ده شيء من أهم، ده الركن الثالث. يعني في دولة وفي قطاع خاص وفي مجتمع مدني، ده في نقابات، في جمعيات أهلية، في جمعيات تعاونية. ده لو ما شجعناهوش يبقى احنا ببساطة كده بنضيع على نفسنا ضلع أساسي من الأضلاع الثلاثة للعملية الاقتصادية. ده أكتر حاجة استوقفتني. طيب خليني بقى، انا عارف اني سهرتك كنت ما بتسهرش، هقول لك بسرعه ابرز المشاركات على الهاشتاج بتاعنا. اسال زياد. خالد مصري بيقول اين اقتراحات الدكتور الاقتصاديه حسب تاريخه في وزاره الببلاوي؟ يعني اقتراحاتي جزء منها قلته النهارده. انا رايي انه اعاده النظر في قانون الاستثمار مش بس ضروره، لكن عايز اقولها مش عيب. يعني في مساله لازم نتفق عليها، انه تصحيح الاشياء ما فيهوش اي خطا ولا اي مشكله. نعم. وانا شايف انه حتى لو حضرتك تتابع ما يكتب ويقال عن قانون الاستثمار النهارده تحس ان ما بقالوش صاحب. يعني اللي مسؤولين عن اعداده جميعا هتلاقي كل واحد بيقول اصله ما كانش يمكن لازم، اصله تسرعنا فيه، اصله في بعض الاخطاء. طب اذا متفقين ان القانون صدر على عجل ومن غير ما يكون سليم، يا ريت ان احنا يكون عندنا الاستعداد ان احنا نغيره، وده ما فيهوش اي غضاضه. يعني قلت رايي في موضوع الضرائب، في ضرائب مرتفعة وفي ضرائب منخفضة، في ضرائب جيدة وضرائب سيئة، وفي ناس أسوأها جميعا خالص. أسوأها جميعا الضرائب اللي مش واضحة. يعني عايز تطمئن المستثمر عرفه. أخطر حاجة إنك يجي المستثمر ويقول لك هو الضرائب عندكم كام، فتقول له أصلها في الغالب كذا واحتمال تبقى كذا، وأنا سامع إنها هتنزل أو هتطلع. الوضوح في الضريبة ده أهم حاجة. أنا أظن دول أكتر حاجتين، زائد طبعا اتكلمت على الحماية الاجتماعية وعلى ضرورة إنه كل إجراء يتخذ لضبط عجز الموازنة، وأنا مقدر تماما إن دي أولوية كبرى لمصر، يجب يقابله إجراء مماثل لبناء شبكة حماية اجتماعية. وسيم بيقول إيه اللي كان منعك تعمل طلباتك الحالية، قصده اللي بتطرحه حضرتك دلوقتي وقت عملك بالوزارة، ولا هو أنا أنقض إذا أنا أعيش؟ لا أظن أنا جاوبت حضرتك في بداية الحوار على هذا الكلام. بعض اللي أنا بقوله ده ما كانش مطروح وقتنا في الوزارة، ما كانش في قانون الاستثمار، وإلا كنت قلت نفس الكلام. اللي انا بقوله النهارده انا 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 قلته وعملته بالظبط، يمكن ما اكتملش بالكامل، يمكن نجحنا في اشياء ولم ننجح في اشياء، لكن انا بالتاكيد ما بقولش حاجه النهارده ما كنتش بحاول اعملها في هذا الوقت. اما النجاح والفشل فده بقى مثلا. دينا خليل بتقول لك وحشتنا جدا يا دكتور زياد. وليد وليه بيقول تحياتي للسياسي المهذب، سؤالي له هل تجاوزنا المرحله الصعبه سياسيا واقتصاديا ام ان في الافق مزيد من المصاعب؟ لا ما تجاوزناش، احنا ما زلنا في وضع صعب بلا شك، امنيا وسياسيا واقتصاديا. لكن اكثر ما يعطيني تفاؤل ان المجتمع حابب يطلع من، يعني لما كنت بقول ان الناس عايزه تطلع من ده، انا فعلا عندي اعتقاد ان دي ميزه متاحه لينا النهارده، يعني ما كانتش متاحه في كل وقت. الناس عايزه تصدق وعايزه تتقدم وعايزه تخرج من ده، وشايف ان في حاله يسموها ايه، في ساعات يقولوا كلمه حراك ولا كلمه دمها شويه، لكن في حاجه بتحصل في البلد
هديك مثل صغير ما كنتش ناوي تطرق له لانه خلاص انتهى. يعني قصه تعليقات وزير العدل اللي انا اعتقد انه يعني كان يعني اصاب تماما في انه يستقيل بسرعه وبدون ما المساله تطول على كده، لانه يعني اظن الناس كلها متفقه ان ده كلام يعني في غير محله. لكن الكلام وليس الفعل. الفعل احنا كلنا عارفين انه في طيب. مشكله، لكن عايز اقول ايه، بدايه الاصلاح هو ده. يعني كون ان البلد يبقى فيها نوع رد الفعل ده من الراي العام معناها ان الناس عايزه تتغير، والاستجابه كمان والناس ده تغير والاستجابه تغير. يعني ده الحركه ده مهم، انا ده بيديني تفاؤل كبير. طيب ابرام كمال بتقول شايف مين احسن رئيس وزراء في مصر بعد ثوره يناير؟ لا يعني كلهم، شوف هقول لك على حاجه مش مجامله لحد، اللي يعلق على اي حد في منصب عام من غير يعني من غير ما ياخد في اعتباره القيود والضغوط اللي محطوط تحتها يبقى مش بيتكلم جد. شوف الفرق الاساسي اللي لازم يحصل عندنا، انا عمري ما احب اطلع اقول يجب بناء كوبري في المكان الفلاني، يجب انه كل المدارس تتصلح. احنا عايشين في عالم موارده محدوده والبدائل هي الحل محدوده. يعني لازم تقول لي هتصرف هنا هجيب لك المبلغ من فين، هتوفر هنا وهحط هنا. عشان كده بنقول خد من دعم الطاقه حط في الحمايه الاجتماعيه. الظروف صعبه والناس بتشتغل تحت ضغوط غير معقوله، ولازم احنا جميعا نقدر ندره الموارد اللي بنشتغل بيها. يوسف الرهيم بس بماذا تبرر فشلك انت والسيد حازم البلاوي ادائكم السيد؟ ماذا قدمتم في فتره توليكم المسؤوليه؟ وهل ستستمر في التنظير للاخرين؟ نفس الكلام اللي ردينا عليه. يؤسفني مهندس سيد نوح او محمد سيد نوح مش عارف اني لا اصدقك عن اي ديمقراطيه تتحدث، عندما تختلف تهرب، حرصك على الوطن يلزمك بالتعاون والمشاركه لا الهروب. برضو قلنا الكلام ده. حكايه الهروب دي غريبه شويه، انا مش عارف ليه احنا مش قابلين او يعني الناس اللي بتقول هذا الكلام لفكره انه الاختلاف يحترم. الاختلاف لحد درجه معينه ممكن انك تبقى بتقول ده اختلاف يمكن احتوائه، لكن انا بتصور انه التصرف السليم في حال وجود اختلاف جذري انا مش شايف الحقيقه ايه التصرف الافضل ان الواحد يقول انه ده ليس مكاني ويجب انه ابعد عنه واتركه لحد تاني يكون على اقتناع بما يقوم به الفريق. نعم. الهروب قصة تانية خالص. أنا يعني عندي فخر شديد بالفترة اللي أنا شاركت فيها والمساهمة الاقتصادية بالذات والوضع اللي احنا بدأنا فيه شغلنا بعد 30/6 والبرامج اللي قدرنا نحطها وجزء منها زي ما قلت مستمر حتى الآن، لكن الفرق شاسع ولازم إن الرأي العام يقدر ما بين الهروب من شيء وإن الواحد يبقى مستعد إن هو ومتمسك إن له رأي وهيدافع عنه ولو ترتب عليه انه يستقيل من الحكومه. نسب ليك تصريح بتقول ان حكومه محلب كانت محظوظه عن حكومه الببلاوي. حد بيسال نفس السؤال، الاستاذ محمد خطاب بيقول تحياتي، ايه الفرق بين الاداء الاقتصادي للحكومه الحاليه والفتره اللي توليت فيها المسؤوليه انا حكومه الدكتور الببلاوي؟ حضرتك قلت فعلا ان الدكتور محلب حكومته محظوظه اكتر من حكومه الدكتور الببلاوي؟ مش فاكر قلتها في اي سياق، ربما يكون في سياق انه الست اشهر، وبالمناسبه دي فتره كان فيها المهندس محلب وزير في الحكومه. نعم. يعني فهو برضه شارك في الجزء اللي غير محظوظ، لكن انا يمكن في ذهني دائما انه عندي شعور انه ان الناس يعني اتمنى ان التاريخ ينصف صعوبه الوضع الاقتصادي يوم 30/6. يعني احنا دخلنا على وضع كان منهار الى ابعد الحدود، فالاولويات بتختلف. اللي يقدر النهارده حد يخطط له غير اللي كان ممكن تخطيطه والاستعداد له في هذا الوقت. لكن في حاجه مش هقول انه محظوظ فيها ولا احنا محظوظين فيها. محتاجين ان الحكومات ايا كان الحكومات اللي تيجي في المستقبل يبقى عندها مده زمنيه اطول. دي من اهم تقعد علشان تنفذ خطتها. صحيح ان حكومه المهندس محلب مستمره بقى لها دلوقتي يمكن ما يقرب من ايه سنه ونص مثلا. لكن مشكله؟ تقريبا. لكن بحكم ان احنا باستمرار رابطين ده بالانتخابات ما زال في كده في شيء في الشعور اللي سائد انه احنا بننتقل من مرحله انتقاليه لمرحله انتقاليه اخرى. محتاجين وارجو ده يحصل بعد الانتخابات ان يكون في شعور كده بانه ايا كانت الحكومه قدامها فسحه من الوقت
ومساحة تخطط فيها وتنفذ ما كانتش متاحة لآخرين. سؤالي الأخير، لو متى لو عرض عليك أن تكون عضوا في الحكومة تقبل؟ يعني هل تقبل أو أنك قررت ألا تدخل في حكومة مرة أخرى؟ لا، مفيش قرار جذري من هذا النوع، مفيش قرار حاكم من هذا النوع. أنا كل اللي أحب أعمله أن يستمر قادر على المساهمة بشكل ما، لكن أنا معتبر أنه اللي الناس يمكن بتقول والكتابة ومش عارف إيه وبتنظر وبتاع، لا، أنا رأيي أنه إن اللي مش داخل الحكومة وبيساهم بعمل شيء تنفيذي، مش هقولك أنه من حقه يعمل ده، عليه واجب أنه يعمل ده، عليه واجب أنه يستمر في المساهمة بشكل ما في تشكيل الرأي العام، في التأثير، ربما يكون كلامي مؤثر مثلا في تصليح إن شاء الله قانون الاستثمار بس. لكن ده معناه ان الدكتور زياد بهاء الدين ما بيقفلش الصفحه وبيقول انا مش هكون عضو في حكومه تاني ابدا؟ لا، ما حدش يقدر يقفل الكلام ده الا لو قرر ان هو يعني ملوش علاقه بالبلد او انه غير مهتم بيها، وده غير صحيح طبعا. بشكرك جدا. شكرا استاذ، نورتني دكتور زياد. بشكركم، دي كانت نهايه حلقه النهارده مع دكتور زياد بهاء الدين. بكره حلقه جديده وخاصه بمناسبه الاسراء والمعراج، هنتكلم على تلك الليله العظيمه، وهنتكلم عن كل ما ينسب الى هذه الرحلة العظيمة أيضا. في ناس كتير روجت، وفي كتب التراث أيضا قيل أشياء وأشياء وأشياء هنتحدث فيها إن شاء الله في لقاء غدا مع الدكتور أسامة الأزهري. بشكركم، غدا حلقة جديدة. مصر بخير، طول ما أنتم بخير، تصبحوا على خير.